بص يا شباب، الليسن بتاع النهاردة فعلا سهل، هو في كلمتين أنا عايز أقولهم افهمهم معايا في الأول. عايز أول ربع ساعة تلت ساعة تركز فيهم كده وتحط لي الكلمتين اللي أنا هقولهم لك دول في دماغك، وبعد كده الشغل اللي باقي ماث. يعني لو أنا قلت لك الكلمتين اللي في الأول، الربع ساعة التلت ساعة اللي في الأول دول، وفهمتهم وركزت معايا في الكلمتين، هتفهم المعنى الفيزيكال مينينج اللي في الدرس، وبعد كده ممكن تطلع من الحصة وتكملها مع حالك، مش قصة، الباقي ماث. فلو سمحتوا ركزوا معايا في أول كلمتين أنا عايز أقولهم لكم في الإيه، في الجزء الأولاني، تركيز بس في الجزء الأولاني والباقي ماث. طيب الليسن يا شباب باختصار شديد، حطوا في دماغكم الكلمتين دول، الليسن باختصار شديد جدا هو عبارة عن مقارنة ما بين الأوبجكتس ويت في أماكن مختلفة. يعني الويت بتاعي على الأرث سيرفس هيبقى بكام؟ طب لو طلعت فوق شوية، طلعت في أسانسير، الويت بتاعي هيبقى بكام؟ طب لو طلعت في طيارة هيبقى بكام؟ طب لو رحت في السبيس هيبقى بكام؟ طب ممكن اشوقكم كده للموضوع، حد يقول لي كده لو انا طلعت السبيس الويت بتاعي هيبقى بكام؟ زيرو 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 زيرو. لا، ايه لا، رايكم هيبقى بقى؟ الويت بتاعي تايم از 1 اوفر 6. 1 اوفر 6 ده على المون، انا بتكلم في ما اه السبيس. على اه طلعت دلوقتي بره الاتموسفير، طول عمرنا اول ما بطلع طول بره الاتموسفير الويت بتاعي بيبقى بزيرو، صح؟ بره الاتموسفير يعني دخلت في السبيس فالويت بتاعي بزيرو. تعال ناخد المعلومه الجديده بقى وندخله في التفاصيل. مش شرط الويت يبقى بزيرو، ده تشويق اهو كده للدرس عشان تبقوا فاهمين. لما ادخل السبيس مش شرط يبقى الويت بتاعي بزيرو، ده لازم شرط في حاله معينه تخلي الويت بتاعي يبقى بزيرو. ماشي؟ ده ازاي يا مستر؟ يعني في السبيس ممكن يبقى عندي ويت؟ اه. تحب اقول لك اثبات؟ اقول لك اثبات دلوقتي على طول. اشمعنى الساتلايت؟ الساتلايت دوت عباره عن مون بيلف مع حوالين الارث. اشمعنى الساتلايت بيلف حوالين الارث؟ بعرف اخليه يلف حوالين الارث ومن غير ما يتشد، طبعا لان الويت بتاعه بقى بزيرو وهو في السبيس. طب هو مش في ميتيورايتس بتقع على الارث من السبيس؟ عارفين النيازك؟ لكن مستر، هو انت بتكتب حاجة على الشاشة ولا لا؟ نعم؟ هو بتكتب حاجة على الشاشة؟ لا، أنا مش بكتب أي حاجة على الشاشة، أنا تمام. دلوقتي بتكلم معاكم بس. تمام. الميتيورايتس اللي بتقع على الأرث يا شباب، ها؟ إيه ليه ليه اتشدت؟ ليه اتشدت للأرث؟ إيه ده يعني؟ اتشدت يعني ليها ويت. اتشدت للأرث يعني الأرث عرفت تشدها، يعني ليها ويت. مع إنها جاية من السبيس. إشمعنى؟ والساتلايت ما اتشدش ليه؟ طب تحب اقول لكم ان الاكسلريشن ديو تو جرافيتي عند اول السبيس ب 7.3 يعني ليها قيمه. الاكسلريشن ديو تو جرافيتي مش بزيرو عند اول السبيس، غريبه. فالدرس بتاعنا بالمختصر هو عباره عن مقارنه ما بين الويت بتاعي في اماكن مختلفه، مش بس على السيرفس بتاع البلانيت. مش هقارن بس الويت بتاعي على السيرفس بتاع البلانيت، لكن اماكن مختلفه في اليونيفرس عموما. هقارن الويت بتاعي هيبقى بكام في اماكن مختلفه في اليونيفرس. وده معناه يا شباب اننا هندرس مدى قوه الجرافيتيشنال فورس بتاعه الارث اللي بتاثر على الاوبجكت عند اي مكان في اليونيفرس. يعني ايه هندرس مدى قوه الجرافيتيشنال فورس؟ يعني لو على الأرث الجرافيتيشنال فورس اللي هتأثر عليها هتبقى بكام؟ طب لو طلعت هتبقى بكام؟ هو طالما أنا بدرس الويت يبقى أنا بدرس القوة اللي بتأثر عليا هتبقى قد إيه؟ طالما الويت بيقل كل ما بطلع يبقى الجرافيتيشنال فورس اللي هتأثر عليا هتقل. أنا عايز أعرف مدى قوة الجرافيتيشنال فورس عند كل بوينت. عند إيه؟ عند كل بوينت هتبقى بكام؟ يبقى كده يا شباب تقدروا تستنتجوا من كلامي ان الجرافيتيشنال فورس بتاعت البلانيت او بتاعت الارث بتختلف قوتها من مكان لمكان في اليونيفرس. تختلف قوتها من مكان، من بوينت لبوينت،
كل ما اروح لبوينت في اليونيفرس حتى في السبيس، حطوها في دماغكم، حتى في السبيس ماشي، كل ما اروح من بوينت لبوينت في اليونيفرس الايه الجرافيتيشنال فورس بتختلف. سؤال، انا دلوقتي قلت لكم ان انا لما ببعد عن الارث الجرافيتيشنال فورس اللي بتاثر عليا، طبعا هو في ميوتشوال جرافيتيشنال فورس ما بيني وما بين الارث، بس بما ان يا شباب القوه اللي انا باثر بيها على الارث مش بتعمل حاجه في الارث، يعني مش بتحرك الارث، فمش هي دي اللي هندرسوها. احنا عايزين ندرسوا تاثير قوه الارث عليا انا، ماشي؟ طيب سؤال بقى يا شباب، هل في حدود للجرافيتيشنال فورس بتاعه الارث ولا بتقدر تاثر في اي مكان في اليونيفرس؟ يعني انا دلوقتي معنى ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي يا شباب لو على مسافة مثلاً 1000 كيلومتر من السنتر بتاع الأرض، هل الأرض تعرف تشدني؟ طب لو أنا على مسافة 3000 كيلومتر، هل الأرض تعرف تشدني؟ طب لو أنا في جالكسي تانية فرضاً، هل الأرض تعرف تشدني؟ هل في ليميت معين؟ هل في ليميت معين للأرض تعرف تشدني؟ ها السؤال ده عايز حد يجاوبني فيه، هل في ليميت معين للأرض؟ هو كل ما ببعد كل ما الجرافيتيشنال فورس بتقل. بالظبط، كل ما ابعد كل ما الجرافيتيشنال فورس هتفضل ايه؟ هتفضل تقل، وبالتالي اكيد هنوصل لليمت الجرافيتيشنال فورس هتبقى بزيرو. أكيد. عشان كده مصر الارث ما بتعملش ما بتعملش اتراكشن للكواكب الثانيه، ما بتشدهاش عشان بعيد عنها. يعني ممكن نقوله نفس يعني تقريبا يعني هو انا يعني مش عايز اقول الكلام العلم الدقيق قوي، هو طبعا ده هيعتمد على الماس بتاع الاوبجكت التاني اللي بتشده الارث، ماشي؟ يعني مثلا هقول لكم يعني، بس انا مش عايزكم تركزوا في الحته دي قوي، يعني مثلا الاتراكشن فورس بتاعه الارث بالنسبه للصن، هل في اتراكشن فورس ما بين الماس والصن؟ ها في ولا ما فيش؟ ما بين الارث والصن، ما بين الارث والصن في ولا ما فيش؟ لا في طبعا. هل الارث بتعرف تشد الصن؟ بتعرف تشد الصن. طب لو انا رحت في المكان اللي فيه الصن دوت، هل الارث هتعرف تشدني؟ ها سؤال. لا ايوه، لا مش هتعرف تشدني. يبقى ده بيعتمد على ايه؟ على الماسز اللي ما بينها الاتراكشن فورس. ليه يا مستر؟ هي مش بتشد كده. لا تاني. القانون بتاع الجرافيتي بيقول ايه؟ القانون بتاع الجرافيتي بيقول ام ديفايدد الار سكويرد. فالاف جي ديت يا شباب بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على التو ماسز، بتعتمد على الايه؟ التو ماسز. فلو الماس بتاعتي، لو الاتراكشن فورس ما بين الارث وما بين الصن، لا دي هتبقى فورس كبيره قوي. طب لو ما بيني انا وما بين الارث، لا دي هتبقى ليها ليميت اقل من الليميت بتاع الصن. فهمتوا الحته دي؟ حتى لو الحته دي ما فهمتوهاش مش مشكله. طب مستر، هو انا لو واقفه مثلا على برج القاهره مثلا وعلى الارض، يعني مثلا واحده واقفه على برج القاهره وواحده واقفه على الارض عادي، أيوة. فالجرافيتيشنال فورس اللي واقفه على البرج تقريبا هي انا مش بتكلم على واحد، انا بتكلم في نسب بس يعني. ايوه بص ثانيه واحده، بص ثانيه واحده، تقريبا هي انا مش بتكلم على واحد في مثلا واقف على الارس سيرفس وواحد في الدور العشرين، او واحد واقف في برج القاهره، او واحد حتى في اسانسير، او واحد حتى في طياره. انا بتكلم على ديستانسز كبيره جدا، ماشي؟ فتقريبا يعني هو هيقل، هو الويت هيبقى اقل، صح؟ اللي على السيرفس هيبقى اكتر من الويت بتاع الاوبجكت اللي على فوق برج القاهره، تمام؟ بس الاختلاف هيبقى بسيط جدا. انا دلوقتي بتكلم على ايه؟ تغيير الويت في اليونيفرس، مش برج القاهره، في الايه؟ في اليونيفرس. هبعد جامد يعني، تمام كده؟ من هنا يا شباب عايزين نعرف المدى، ايه مدى اللي الارث بتقدر تاثر فيه عليا؟ عايزين نعرف
ايه مدى تأثير الأرث عليا؟ الأرث أنا بتكلم على أوبجكت واحد، مش هتكلم بقى على كل البلانتس، هتكلم على نفس الأوبجكت. الأرث تقدر تأثر على الباديز بتاعتنا لغاية فين؟ لغاية فين؟ هل مثلا لغاية الآخر الأتموسفير وبعد كده السبيس؟ لا، هل بعد كده؟ ماشي؟ ويعني عايز أعرف المكان اللي بتظهر فيه الجرافيتيشنال فورس بتاعتها، ودي حاجة اسمها يا شباب الجرافيتيشنال فيلد. فهمتوني بس في المقدمة اللي أنا قلتها دي؟ أنا كده بتكلم على حاجة اسمها، هتكلم على حاجة اسمها the gravitational field. gravitational field دوت يا شباب معناه المدى اللي الأرث بتقدر تأثر فيه عليا، اللي لو طلعت بره الأرث ما تقدرش تأثر فيه عليا، لو طلعت بره الفيلد ده الأرث ما تشدنيش، لو طلعت بره الفيلد ده ما يبقاش عندي ويت. ماشي كده يا شباب؟ انا بتكلم دلوقتي على حاجه اسمها ايه، ذا جرافيتيشنال فيلد. الجرافيتيشنال فيلد دوت تعالوا نكتبه كده ذا رينج اوف ايفكت، يعني ما بيننا وما بين بعض. ذا رينج يعني مدى التاثير، ذا رينج اوف ايفكت. الارث تاثر عليا وانا موجود فين؟ ماشي كده؟ طيب ادي لكم الاول اكزامبلز للايه عشان نبقوا فاهمينها. طيب لو قلت لكم يا شباب اول اكزامبل الايه، الواي فاي. عارفين الواي فاي طبعا، شبكه الواي فاي. عندي راوتر في البيت يا شباب وبيوزع واي فاي، بيوزع شبكه واي فاي. خلاص، لو انا قاعد جنب الراوتر يا شباب ايه اللي يحصل؟ شبكه الواي فاي تبقى ايه، قويه ولا ضعيفه؟ تبقى قويه. قويه. ماشي كده؟ طب كل ما ابعد بلاقي الشرط بتاعه الواي فاي بتضعف. طب لو طلعت بره الشقه مش هلاقي شبكه. خلاص كده؟ وبالتالي الواي فاي دوت ليه مدى بيقدر ياثر، ليه رينج بيقدر ياثر فيه، هو الشقه. ماشي؟ الشقه دي بقول عليها الفيلد، هي الايه؟ الفيلد بتاع الواي فاي، المجال بتاع الواي فاي. طيب الواي فاي دوت ليه قوه، القوه بعرفها منين؟ بعرفها من الشرط، بلاقي شرطه كده اهو، بلاقي كده علامه كده في الموبايل وبلاقي شرط. ماشي؟ دي الايه؟ دي قوه الشبكه، دي كده كده اللي بقول عليها ايه، القوه بتاعت الايه، الشبكه بتاعت الواي فاي. ماشي؟ قوه الشبكه. وعند كل مكان في الشقه بلاقي قوه معينه للشبكه، ولو طلعت بره الشقه او لو طلعت بره الفيلد مش هلاقي واي فاي. اكزامبل كمان، لو قلت لكم الكانون، المدفع، يقول لك المدفع دوت عندك كانون بيقدر يضرب لغايه 30 مثلا، مثلا تعال نتكلموا في حاجه معقوله شويه، 3 كيلومتر. ماشي؟ في مدفع بيقدر يضرب قذيفه توصل لغايه 3 كيلومتر. يبقى كده المدى اللي بيأثر فيه الكانون، مدى التأثير، ماشي، اللي هو بنسميه الرينج اوف ايفكت، كام؟ 3 كيلومتر. اي حاجه تبقى على مسافه 3 كيلومتر او اقل من الكانون، من المدفع دوت، يقدر يصيبها، يقدر يصطادها. لو 3 كيلومتر وسنتي، لا خلاص، ما بقاش الكانون يقدر ياثر عليه. فده بنسميه الفيلد، نسميه الايه، الفيلد، المجال اللي الكانون بتقدر تصيب فيه. خلاص كده؟ طيب في كمان قوه للتدمير، قوه مثلا للايه، نسموها قوه تدمير. ماشي؟ قولوا لي كده مين اللي يبقى عنده قوه تدمير؟ ثانيه واحده بس اكمل، مين اللي يتاثر اكتر بالكانون، اللي واقف جنب الكانون ولا اللي على مسافه 2 كيلومتر ولا اللي على مسافه 3 كيلومتر؟ مين اللي هيبقى اللي واقف جنبه، اللي واقف جنبه هيبقى اكتر
يبقى عند كل مسافة معينة، عند كل بوينت معينة جوه الفيلد ده، جوه الفريق افكت بيقل. بالظبط، ليه قوة تدمير معينة. عند كل بوينت جوه الفيلد ليه في قوة معينة، اهو اكتبها لكم كده، عند كل بوينت، عشان بس نفهموا الفيزيكس وبعد كده الماث امره سهل. عند كل بوينت جوه الفيلد، الفيلد توجد اهو قوة معينة. كل ما قرب، كل ما قرب من المصدر بتاع الواي فاي او اقرب من الكانون تزيد القوه، كل ما ابعد بتقل القوه. القوه بتختفي خالص فين؟ بره الفيلد. وعند كل بوينت جوه الفيلد، عند كل بوينت في قوه معينه. ها انا 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 هشتغل بقى على القوه المعينه دي، هتبقى بكام عند كل بوينت؟ ها ايه سؤالك اللي في واحده كانت عايزه تسال؟ نوران تقريبا اللي كانت عايزه تسال. لا انا مريم. قول يا مريم. كنت يعني كنت هي حاجه بديهيه كنت يعني بقول لحضرتك ان هي عامله زي الزوم كده، كل ما تبعد بتقل صح؟ عامله زي الزوم، كل ما ابعد بتقل. بتقل وضوح الصوره كل ما ابعد. صح، اكزامبل حلو. كل ما بعد تقل وضوح الصورة، عند رينج معين ممكن ما تعرفش تصوري أساسا. ممكن ممكن. جميل جدا. طيب إحنا عايزين يا شباب نعرفوا يعني إيه gravitational field. يعني إيه gravitational field؟ أنا خلاص أنا أنتوا فهمتوه. هو ببساطة أدي الأرث كده، نرسمه رسمة بسيطة كده للأرث. لو في object واقف هنا عند السيرفس، خلاص لو طلع عند البوينت دي ايه اللي يحصل للفورس اوف جرافيتي اللي بتاثر عليه؟ هتقل، وبالتالي الويت بتاعه هيقل. يطلع تاني الفورس اوف جرافيتي تقل، يطلع تاني فورس اوف جرافيتي تقل لغايه ما تختفي عند بوينت معينه. يبقى المكان ده كله، المكان ده كله اللي الايرث بتقدر تاثر فيه اسميه ايه؟ gravitational field. اسميه gravitational field. المكان ده كله اللي الايرث بتقدر تاثر فيه على الاوبجكت ده، خلاص انا بتكلم على اوبجكتس الماس بتاعتها عاديه، عربيه، طياره، الماسز بتاعتنا ما اختلفتش قوي. مش بتكلم على ايه؟ على الماسز بتاعه البلانتس وال ها، عشان الموضوع مختلف شويه. خلاص يبقى وانا طالع كل ما اطلع اهو ده المدى اللي الايرث بتقدر تاثر فيه عليا، وانا طالع الفورس اوف جرافيتي بيحصل لها ايه؟ ديكريزس. كل ما اطلع الفورس اوف جرافيتي ايه؟ ديكريزس. والمكان ده كله اللي الايرث بتقدر تصطاد فيه اي اوبجكت، اي اوبجكت لو دخل في المكان ده الايرث تصطاده، المكان ده كله اسمه جرافيتيشنال gravitational field. المكان ده كله يا شباب اسمه ايه؟ the gravitational field. طيب احنا عارفين يا شباب ان الforce of gravity اللي هي الاف جي ديت اللي بتاثر عليا، نعرفه ان الاف جي ديت equals الجي الام بتاعه البلانيت اللي هو الايرث، بنعملوها ام كابيتال تايمز الام سمول اللي هي الماس بتاعه الاوبجكت ديفايدد الديستنس اللي ما بين التو سنترز سكويرد. تمام كده؟ وبالتالي عرفنا ان الريليشن ما بين الفورس اوف جرافيتي اللي بتاثر على الاوبجكت هي inversely proportional مع الديستنس سكويرد. ماشي كده؟ يعني نقدر نقول من الكلام دوت ان as the distance increases, the distance between the two centers increases, الا يحصل the force of gravity اللي بتأثر على الأوبجكت ها هيحصل لها إيه؟ هيحصل لها decreases. بس طبعاً لو increase، لو ال distance ما بين التو centers increase to the double، الفورس هتقل للكورتر، لأن الريليشن مع ال r squared، عشان الناس اللي اتلخبطت في الامتحان. ماشي؟ دي أول point. وبالتالي
هتقعد تقل 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 لغايه ما تختفي عند بوينت معينه اللي هي البوينت دي. دي البوينت ات ويتش اهو دي كده البوينت اللي ات ويتش او الهايت ممكن نقوله بوينت او الهايت اللي ات ويتش الاف جي الفورس اوف جرافيتي disappears. طبعا انا مش بقول حد فاهم ولا خلاص، انا معتمد عليكم، لو حد مش فاهم هيوقفني طبعا. خلاص كده هي البوينت او الهايت اللي at which the force of gravity disappears، يبقى بنقوله as the distance increases فبنقوله the force of gravity decreases، بنقوله ايه until لغايه until it disappears disappears خلاص at a certain point at a certain خلي بالكوا بقى at a certain point. بصوا لي في الكلمه اللي جايه دي point in the universe in the a in the universe يعني ممكن يبقى الاوبجكت موجود في السبيس والارث بتعرف تشده. خلي بالكوا ممكن الارث ممكن الاوبجكت يبقى موجود في السبيس والارث بتعرف تشد بتعرف تشده بس تمام؟ يا مستر ساعتها يكون قليل قوي صح الشد يعني قوته مش قليل. شرط لا مش شرط لا مش قليل يعني في السبيس يعني في السبيس بتبقى في قوه للجرافيتي حلوه يعني تقدر تشد الاوبجكت بس اكيد اقل من الموجوده دلوقتي في الارث. اه انت قصدك اه انت قصدك يا مستر ان هتبقى القوه قليله قوي 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 لدرجه ان هيبقى بزيرو. لا 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 مش لا مش بزيرو. لا, لا. امتى تبقى بزيرو؟ بصوا كده امتى تبقى بزيرو؟ لما اعدي الفيلد. بص بص هتعدي الفيلد هنا الاف جي كده بره هنا كده هنا دي كده البوينت اللي واقف عندها الاف جي خلاص هنا الاف جي ايكوال زيرو ماشي اوكي. طب بصوا كده يعني هقول لكم تخيل شويه انتوا عارفين الاتموسفير مثلا يبقى قد ايه بالنسبه للارث اللي انا راسمها دي؟ الاتموسفير كده طبقه رفيعه خالص كده ده فعلا كده يعني لو رسمنا الارث قد كده ممكن الاتموسفير يبقى الطبقه الرفيعه دي. الاتموسفير الثيكنس بتاعه 1000 كيلومترز على فكره يعني الثيكنس بتاع الاتموسفير تقريبا 1000 كيلومترز. عند اخر الاتموسفير عند اخر الاتموسفير الجي ايكوالز 7.3. ايه ده دي فرقت من ال 9.8 فرقت كتير؟ فرقتش كتير 9.8 متر بير سكند سكويرد ده عند اخر الاتموسفير يعني بدايه السبيس. خلي بالكم غريبه دي ايه ده يعني الباقي ده الباقي ده اللي من بعد الخط الازرق ده من هنا لهنا كده ده كل ده سبيس كل ده سبيس ان شاء الله. امال ليه يا مستر لما بنبقى مثلا يعني بيبقى في واحد في السبيس كده بيبقى طاير ايوه ما هو ده اللي انا بساله ليه. طب اشمعنى اشمعنى الميتيورايت وقع من السبيس اشمعنى الارث عرفت تشد الميتيورايت ومش عارفه تشد المون ده عشان الماس يا مستر عشان الماس عشان الماس لا خالص مش عشان الماس على حسب هي جوه الجرافيتيشنال فيلد ولا لا اقول لكم الاجابه اقول لكم الاجابه كانت ماشيه بسبيد مثلا ناحيه الارث لا هقول لكم الاجابه باختصار واللي هناخدوها المره اللي جايه ده على حسب يا شباب الاوربيتال فيلوسيتي سرعه الدوران وبشرط ان لازم يبقى ماشي في سيركيولر موشن. تاني شرط الويتلسنس شرط انعدام الوزن يا شباب ان يبقى الاوبجكت ماشي باوربيتال فيلوسيتي بسرعه معينه في سيركيولر موشن. اقول لكم على حاجه خلوني اجاوب لكم على السؤال اللي بيدور في دماغكم كده بالمره عشان دي حاجه كنا واخدينها قبل كده. لا مش يعني ما اقصدش حاجه واخدينها قبل كده يعني كانت في لازم فات اجاوب لكم عليها ادوني بس ايه دقيقه واحده دي ايه دي لا احنا عايزين نطلع شويه هديلكوا اكزامبل بسيط خالص يبسط الموضوع. تاني شرط الويتلسنس يا شباب انه ما يبقاش في ويت يعني الارث ما تعرفش تاثر عليا ان يبقى ان يبقى الاوبجكت بيمشي في سيركيولر موشن
يمشي في circular motion وفيلوسيتي معينة على حسب الهايت. دي بت شايلة ايه؟ شايلة الجردل. الجردل ده في مية. الجردل ده يا شباب في مية. ماشي كده؟ الجردل اللي فيه مية ده ده انا ما فتحتوش بالبرنامج التاني ده مرور بقى. طيب الجردل اللي فيه مية ده يا شباب ما وقعش ليه؟ ليه لما وقف فوق مع ان كان ليه ويت؟ معلش هفتحه بالبرنامج التاني عشان اعرف اكتب عليه بس. ليه المية لما وقفت فوق ما وقعتش؟ ليه؟ عشان السبيد يعني عشان على طول؟ عشان في سبيد دي اول حاجة، وعشان في سيركيولر موشن. هفهمها لكم ببساطة خالص. وفي برضه مستر حركة المنديل دي اللي هي اللي هم حاطينها على وش المايه كده، ما برضه ما تقعش. اهو بص يا شباب، المية اللي هنا ما وقعتش ليه؟ ليه المية جوه هنا ما وقعتش؟ مع ان يا نهار ابيض، مع ان يا شباب المية الأرث بتشدها لتحت، الأرث بتشدها لتحت، يعني المفروض ليها ويت، يعني في force of gravity كده تحت، صح كده؟ طيب هو امتى الأوبجكت يمشي لتحت؟ لما يبقى اتجاه الموفمنت الفي لتحت والفورس بتشده لتحت فيقع، ماشي؟ فيسرع لتحت. احنا واخدين ان لو الفورس في نفس اتجاه الموفمنت هيمشي باكسلريشن، ماشي؟ هيمشي كده. لكن الووتر كان ماشي كده اهو، كان ماشي كده بفيلوسيتي معينه، والجرافيتي بتاثر عليها بيربنديكولر. ليه الووتر ما وقعتش؟ عشان اتجاه الفيلوسيتي بيربنديكولر لاتجاه الفورس، وبالتالي ماشى في سيركيولر موشن ما وقعش. شرط ان هو يقع لازم يبقى اتجاه الموفمنت مع اتجاه الفورس، شرط ان هو يقع. وبالتالي عند البوينت دي ما كانش عنده ويت، كان الويت بتاع الووتر ايكوال زيرو. ده واحنا فين؟ ده واحنا على الايرث. ايه ده يعني ممكن واحد ما يبقى حاجه ما تبقاش عندها ويت واحنا على الايرث؟ طب ده معناه ان مفيش جرافيتي هنا؟ لا في جرافيتي طبعا، ماشي؟ جديده دي، جديده. هناخدوها المره اللي جايه، هناخدوها المره اللي جايه. طيب تعالوا نكملوا يا شباب مع بعض. طب يبقى يعني ايه يا شباب جرافيتيشنال فيلد؟ يعني ايه يا شباب جرافيتيشنال فيلد؟ بنقوله جرافيتيشنال فيلد يا شباب، بنقوله اتس، نقوله أكبر مدى، ممكن نقوله the maximum range، أو ممكن نقوله the region. region المنطقة، كل الريجيون دي، كل الريجيون دي بنسميها إيه؟ gravitational field. It's the region in which the effect of gravitational force appears. دي المكان اللي بيظهر فيها تأثير الجرافيتيشنال فورس. In which the effect of gravitational force A appears. ها في حد مش فاهم؟ حد مش فاهم اللي نعم؟ هو عن سؤال، هو البوينت اللي هي هتبقى ما فيش خالص الجرافيتي. اليونيفرس فين هذا؟ ايه؟ كل دي؟
كل ما هو دي هتختلف تاني. اي بوينت من دول، اي بوينت من دول تنتهي عندها الايفكت بره، بره الفيلد. اهو دي كده اخر الفيلد بتاعت الايرث، كل دي بوينتس ماشي تنتهي عندها الايرث جرافيتي. ها جاوبت على سؤالك ولا تقصدي حاجه تانية؟ لا تمام، بس برضه في حاجه ملخبطاني. قولي. هو لما كنت حضرتك بتقول لو رحنا مثلا مكان تاني غير الايرث، غير على الايرث، هتختلف الجرافيتي تقريبا، حاجه زي كده. بالنسبه لي انا، بالنسبه للاوبجكتس، بالنسبه للماس الصغنطوطه، انا مش بتكلم على بلانتس. لو احنا رحنا مثلا على المون مثلا، لا مش بلاش المون، المون ده قريب. لو رحنا مثلا نبتيون مثلا، خلاص اخر بلانت الايرث ما تعرفش تاثر عليا فيه ماشي، عشان بره الفيلد بتاعها. نعم، عشان بره الفيلد بتاعها. بالظبط، عشان بره الفيلد بتاعها. تمام تمام. طيب ها، حد مش فاهمني؟ حد عايز يسال اي سؤال في الجزئيه ديت؟ اكمل. طيب مستر، طيب. عندي سؤال. مين؟ هو ماشي يا يوسف. هو مش المون جوه الجرافيتيشنال فيلد بتاع الارث صح كده؟ بص يا يوسف، بص تاني. انا بتكلم على مين؟ انا بتكلم على الماسز بتاعتنا دلوقتي. احنا بالنسبه لنا على السمول ماسز، بالنسبه لنا السمول ماسز دي اللي هو سواء بادي زينا او عربيه او طياره، كل دي سمول ماسز. ايوه قصدي، انا كان قصدي، بص خلينا اكمل. الجرافيتيشنال فيلد بتاعنا اللي الايرث تقدر تاثر بيه علينا لغايه البوينت دي مثلا. طب لو بالنسبه للصن، لا الجرافيتيشنال فيلد بتاع الايرث هيبقى حاجه كبيره، هيبقى كبيره جدا ماشي. طيب هو المون جوه الجرافيتيشنال فيلد بتاع الايرث ولا؟ طبعا. طيب ليه؟ بس الجرافيتيشنال فيلد، بس الجرافيتيشنال فيلد بالنسبه للمون غير الجرافيتيشنال فيلد اللي بياثر على الاوبجكتس اللي على الايرث. اوكي، انا كان قصدي لو انا مثلا واقف على المون، ليه مثلا لو ما نطتش الارث لا لا كده انا بره الجرافيتيشنال فيلد بتاع الارث. كده انت بتتكلم على الفورس اللي ما بيني وما بين الارث، كده انا بره الجرافيتيشنال فيلد بتاع المون بتاع الارث. انا اسف. تمام. ماشي تمام. يعني كده كل اوبجكت ليه جرافيتيشنال فورس فيلد ليه هو. بالظبط كده، بالظبط كده، بالظبط. وتقريبا الجرافيتيشنال فيلد بتاعنا كلنا، بتاع كل الماسز اللي موجودة على الأرث زي بعض تقريبا، لأن الفرق ما بين الماسز اللي ما بيننا ولا حاجة. إمتى يفرق الجرافيتيشنال فيلد من أوبجكت لأوبجكت؟ لما تبقى الماسز ضخمة. أما قارن ما بين الأرث وبلانت تاني، أقارن الأرث والصن، أوكي ماشي. يبقى تقريبا الجرافيتيشنال فيلد اللي بيأثر علينا كلنا هو هو، بالظبط زي ما انت قلتي كده بالظبط. ها اي اسئله تاني؟ اي اسئله تاني؟ حلو قوي. طيب احنا كده اتفقنا يا شباب دلوقتي ان قوه الجرافيتيشنال فورس جوه الفيلد ها ثابته ولا بتختلف؟ الجرافيتيشنال فورس جوه الفيلد ثابته ولا بتختلف؟ بتختلف من مكان لمكان ولا ثابته؟ ثابته، مش جوه الجرافيتيشنال فيلد ثابته؟ لا بتختلف من مكان لمكان اكيد. شكرا يا هانا. بتختلف وانا طالع بتقل. على حسب بقى لو وصلت لغايه تاني جوه الجرافيتيشنال فيلد، في جرافيتيشنال فورس لكن بتختلف من بوينت لبوينت، بتختلف من هايت لهايت. تمام كده. يبقى دي بتختلف على حسب ايه؟ الديستنس اللي بتوين التو سنترز، على حسب الهايت ما بيني وما بين السنتر بتاع الايرث. طب مستر، هو انا لو واقفه على الجرافيتيشنال فيلد يبقى كده انا الجرافيتيشنال فورس بتاعتي زيرو؟ لو انا واقف، قصدك على النهايه يعني؟ النهايه يبقى خلاص بينتهي، يبقى الجرافيتيشنال فيلد اللي بتاثر، الفورس اللي بتاثر عليها خلاص بتنتهي. عديها كده بسنتي يبقى الفورس بقت بزيرو يعني. بزيرو تمام. ماشي خلاص كده، دي بدايه النهايه يعني. طيب هل نقدر يا شباب نحسب مقدار الجرافيتيشنال فورس عند كل ديستنس معينه من السنتر؟ هل نقدر نحسب الاف جي؟ هتقول لي المفروض يا شباب تجاوبوني وتقولوا لي طبعا. عن طريق مين يا شباب؟ ازاي ممكن نحسب الجرافيتيشنال فورس عند كل بوينت
او عند 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 كل هايت من السنتر. ازاي يا شباب؟ ها بالثلاث قوانين ولا الماس والديستانس؟ بالظبط باليونيفرسال جرافيتيشنال لو نقدر نحسب الفورس عند كل هايت باليونيفرسال جرافيتيشنال لو. طب تعالوا كده نعملوا مقارنه لأوبجكت. بيقول لي انا كده انا بفهمكوا فيزيكس، لو كنت عايز اخلص الليسن كنت هخلصه في اول 10 دقائق. انا كده وصلت لكم المعلومه وانا مبسوط بالاسئله بتاعتكم، وانا مبسوط ان انتوا سالتوا الاسئله دي. الاسئله دي معناها ان انتوا فهمتوا فعلا. خلاص بيقول لي ايه؟ لو انا عندي اوبجكت انا عايز دلوقتي اشوف الجرافيتيشنال فورس اللي هتاثر على اوبجكت عند بوينتس معينه. لو انا عندي اوبجكت اوف ماس، الماس بتاعته اوف ماس ام، ماس ام، ومره الاوبجكت ده موجود عند السيرفس ات ذا ايرث سيرفس مثلا اهو. اول احتمال انه يبقى ات ذا ايرث سيرفس، ماشي. تاني احتمال ان يبقى بعيد عن الايرث سيرفس عند هايت معينه بس جوه ايه، انا هتكلم على جوه ايه، جوه الفيلد اوبجكت اوف ماس ام اهو ده كده within its field it within the a the earth's field earth's field. انا بتكلم ايه على object جوه الفيلد، ماشي. مره موجود على الارث سيرفس ومره موجود at a height h، at a height at a height h from the center and the height h from the center، ماشي كده. طيب يعني ايه؟ يعني ادي هنا الارث، ماشي، وفي اوبجكت واقف عليه، خلاص ده كده على السيرفس. يبقى الديستنس اللي ما بين الاوبجكت والارث هتبقى ايكوالز ايه؟ الار اللي ما بين التو سنترز يا ترى تبقى ايكوالز ايه يا شباب؟ ها هتبقى ايكوالز الراديوس. تمام برافو. فلنفترض الراديوس هو الار كابيتال يا شباب، الراديوس هو الار كابيتال. يبقى الار ديت هي الار سمول، دي الديستنس اللي ما بين السنترز. الار كابيتال دي الراديوس بتاع الارث، ماشي، دي الايه الراديوس. يبقى هنا المسافة أول احتمال إن المسافة هتبقى الراديوس، عشان كده قلت السؤال بتاع جنى هيساعدني في الإيه في الشرح. طب لو أنا عندي آدي الأرث والأوبجكت موجود هنا في طيارة جوه طيارة مثلا، يعني مثلا أحسب الراديوس بتاع الأرث بلس الهايت تبقى الآر بلس الديستنس بتوين ذا بالظبط. يبقى آدي الهايت والآر، يبقى هنا بالنسبة لي الديستنس اللي ما بين التو سنترز هي عبارة عن الراديوس بلس الهايت. الهايت الراديوس بلس الإيه؟ بلس الهايت. في الحالتين يا شباب، في الحالتين إيه القانون اللي هيحسب لي الفورس أوف جرافيتي اللي هتأثر على الاتنين؟ القانون واحد اللي هو بيقول إيه؟ إن الإف جي اللي هتأثر على الأوبجكت هتبقى عبارة عن الجي الماس بتاعة الأرث تايمز الماس بتاعتي ديفايدد الـ R سكويرد، ماشي. وفي الحالتين يا شباب لو حبيت أطبق، ركزوا بقى، لو حبيت أطبق قانون نيوتن الثاني فهكتب ام جي، صح كده؟ نعم يا حبيبة. نعم سوري بالغلط. تمام، لو حبيت اطبق قانون نيوتن الثاني هكتب، ما هو الفورس اوف جرافيتي اللي بتاثر عليا هي ام جي، ركزوا معايا. وطبعا الفورس اوف جرافيتي دي عملت لي ويت، كل ده صح، كل ده صح. يبقى القانون دوت هيتطبق على الحالتين، القانون دوت اقدر اطبقه على الايه؟ على الحالتين. اللي هو القديم يا مستر؟ القديم، نيوتن سكند لو، اف جي ايكوالز ام جي، الفورس ماس تايمز اكسلريشن. ايه صعبه دي؟ لا انا ما بسال بس. طيب ماشي ماشي.
طيب في الحالة الأولانية يا شباب، القانون هيبقى شكله عامل إزاي؟ هيبقى شكله عامل كده، الويت بتاع الأوبجكت اللي هو على الأرث هو نتيجة للفورس أوف جرافيتي اللي بتشدني، هيبقى إيكوالز جي الجرافيتيشنال كونستانت الماس بتاعة البلانيت تايمز الماس بتاعة الأوبجكت ديفايدد الراديوس سكويرد، صح كده؟ إيكوالز الام جي، صح؟ الماس بتاعته تايمز الايه؟ الجي. طيب في حالة لما يبقى على هايت هيبقى الويت بتاعه equals هو نتيجة للفورس اوف جرافيتي، خلاص، و equals G الام بتاعة الارث الماس بتاعة الاوبجكت divided، هنا الار بالنسبة لي r الراديوس بلس الهايت اول باور 2 اول باور 2 وده ود ايكوالز الام جي. ركزوا لي بقى، سؤال بسيط، هل الاكسلريشن ديو تو جرافيتي عند التو بوينتس هي هي؟ لا هي تختلف. اختلف، ماشي. يعني المفروض الويت الاولاني هيبقى عبارة عن الماس تايمز الاكسلريشن لما كان عند السيرفس، الويت التاني هيبقى عبارة عن الماس تايمز الاكسلريشن اللي عند البوينت اللي فوق ديت جوه الفيلد. عند كل بوينت الاكسلريشن ديو تو جرافيتي بتختلف، عند كل بوينت الاكسلريشن ديو تو جرافيتي بتختلف. طب ما سؤال، ليه هي عافية يعني تختلف؟ لا مش عافية. تعال نشوفه ليه. لو حبينا نقارن ما بين الجزئين دول كده في الحته دي هتلاقي ايه؟ هتلاقي هنا ام وهتلاقي هنا ام. طب تقدر تستنتج حضرتك من الكلام ده ايه؟ تقدر تستنتج ان كل الجزء ده ايكوالز ايه؟ ها؟ ايكوالز الجي. مفهومه؟ مفهومه. يبقى تعالى نكتبه الجي بقى، تعالى نكتبه الجي. يبقى هنا الجي الأولانية، الجي الأولانية equals A. طب اللي فاهم يقول لي جي ام over R power 2 بالضبط، جي ام over radius power 2. طب وهنا الجي التانية الاكسليشن due to gravity عند البوينت دي equals A جي over R plus height all power 2 بالضبط، جي ام والR plus radius plus the height all power 2. ده جميل جدا. ايه ده؟ ده انا كده ممكن استنتج حاجة زيادة دلوقتي بقى من البوينت دي. لو سألتك هو ليه في الأول قبل ما اشرح الحتة دي، هو ليه الفورس اوف جرافيتي اختلفت من بوينت لبوينت، كنت هتجاوبني عشان الاوبجكت بعد، صح؟ لو كنت سألتك في الصفحة اللي فاتت دي على طول، ليه الفورس اوف جرافيتي بتقل وانا طالع؟ ليه بتقل؟ هتقول لي عشان الار زادت، صح؟ اه. ها طب السؤال اللي بعده بقى، السؤال اللي بعده هو ليه لما انا كنت طلعت، ليه لما انا كنت بطلع الفورس اوف جرافيتي كانت بتقل؟ ها الاجابه الثانيه، علشان الديستنس كانت بتكتر. لا ما انا ما خلاص ما احنا عرفنا. تاني 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 تاني، عايز حد يجاوبني، ركزوا لي تاني. الانفرس ريليشن مع الجرافيتي. خلاص قربت، انت كده يعتبر جاوبتيها. تاني، وانا بطلع، وانا بطلع لفوق، لو سالتكم ليه الفورس اوف جرافيتي بتقل، كنت هتقولوا لي عشان بيبعد عن السنتر، صح؟ عشان الار بتزيد. حد مش فاهم لغايه دلوقتي؟ لا تمام. طب لو انا سالتك ليه لما انا بعدت عن السنتر الفورس اوف جرافيتي قلت، ليه؟ ليه 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 مش لما كنت ابعد عن السنتر الفورس ما، بصوا كده، عشان عشان مين اختلف؟ عشان الدايركشن. عشان مين اختلف؟ الجرافيتي. الاكسلريشن ديو تو جرافيتي. عشان مين اللي اختلف؟ الاكسلريشن ديو تو جرافيتي. هل الاكسلريشن ديو تو جرافيتي لما كان على الارث كانت ديفايدد الراديوس بس، الراديوس سكويرد. لما كان فوق، لما كان فوق دلوقتي الاكسلريشن ديو تو جرافيتي بقت ديفايدد كام؟ الرقم ده بقى ديفايدد كام؟ بقى ديفايدد الار بلس الاتش اول باور 2. مفهومه؟ يبقى عند السيرفيس كانت الجي كبيره لانها كانت ديفايدد الار سكويرد بس، عند الهايت
كانت الجي ديت كانت صغيرة. ليه؟ عشان كانت divided number كبير. اكتب لكم الكلام اللي انا قلته. اكتب لكم مستر بس ممكن سؤال؟ ايوه. طب ممكن، طب اكتب بس الحتة دي وبعد كده تسألي. اه اتفضل. لو قلت لك، لو قلت لكم ليه الويت الاولاني اللي على الارث اكبر من الويت الثاني اللي على السيرفس، ليه؟ سؤال جيف ريزن اهو. الله يرحم الجيف ريزن، خلاص الله يرحمه، ماشي. ليه بقى؟ فتقول لي انت كنت هتقول لي بسبب ان الهايت اتغير، فانا هقول لك بقى اجابه اجمد. Due to the change of the acceleration due to gravity. The acceleration due to gravity اللي هي ايه؟ اللي هي الـ g. الـ acceleration due to gravity اللي هي الـ g. طب وهي اختلفت ليه؟ due to the change of distance from the center. عشان اختلفت الديستنس from the center من point لpoint، او من point لpoint جوه الفيلد. يعني كفايه كده. Due to the change of the a the distance from the center. يبقى احنا دلوقتي عرفنا يا شباب ان الforce of gravity وانا طالع بعيد عن السنتر هتقل عشان الهايت قل، ولما عشان الهايت زاد او عشان الديستنس من السنتر زادت، وبالتالي الاكسلريشن ديو تو جرافيتي قلت. الفورس اوف جرافيتي بتقل عشان الاكسلريشن ديو تو جرافيتي بتقل لما الديستنس بتزيد. نعم، اللي كان عايز يسال. انا بس يا مستر كنت عايز اعرف بس، عشان انا اتلخبطت كده، النت عندي يعمل. هو الجي سمول والجي كابيتال، يعني دي اسمها ايه ودي اسمها ايه؟ اه طيب بص، الجي سمول دي اسمها اكسلريشن. احنا عارفينها الاكسلريشن، الجرافيتي العاديه. تمام. هي اسمهاش جرافيتي، هي اسمها جرافيتي يعني فورس، ماشي. هي طيب. اكسلريشن ديو تو جرافيتي، ماشي. ديو تو اسمها اكسلريشن ديو تو جرافيتي عشان يبقى ايه كلامنا مظبوط. الجي الثانيه دي اسمها جرافيتيشنال كونستنت. Gravitational يعني ده النمبر اللي هنعملوه تايمز اللي هيبقى ثابت مع كل الاوبجكتس اللي بتشد بعض. Gravitational constant اللي هي 1.67. لا اللي هو 6.67 times 10 power negative 11. ماشي تمام. ماشي اللي هو اليونت بتاعته كانت النيوتن تايمز المتر سكويرد ديفايدد الكيلوغرام سكويرد. تمام يا مستر، شكرا. العفو. طيب ألخص اللي أنا قلته في الحتة اللي فاتت في حتة بسيطة. بمعنى تاني كده، إن الـ FG من قانون نيوتن التاني equals الـ MG، صح؟ دي من قانون نيوتن التاني equals الـ MG equals، هحط الـ M إهي، ماشي، وهكمل الـ G إهي. G M divided ال R squared. فأنا قلت إيه؟ الفورس دي هتقل كل ما الديستنس تزيد. الفورس هتقل كل ما الديستنس تزيد. طب ليه الفورس هتقل كل ما الديستنس تزيد؟ علشان الجرافيتي بتقل، عشان الجرافيتي بتقل معاها. وواضح قوي ان الاف جي هي دايركتلي بروبورشنال مع الجي، وهي انفرسلي بروبورشنال مع ال1 اوفر ار سكويرد. ده مختصر الصفحه اللي فاتت، الصفحه دي. ها حاجه صعبه يا شباب، حاجه صعبه مفهومه. طيب معنى كده يا شباب ان الجي ديت، احنا خلاص عرفنا دلوقتي ان في دايركت ريليشن ما بين الجي وما بين الاي الاف جي،
ومين اللي يحدد لي، مين اللي يحدد لي قوة تأثير الأرض على الأوبجكتس اللي موجود على عليها؟ مين اللي يقدر يحدد لي الأرث بتشد بمقدار قد إيه عند كل بوينت؟ عند كل بوينت يعني عند كل ديستنس معينة، مين اللي يقدر يحدد لي الاف جي؟ الجي. عند كل بوينت يا شباب، معنى كده عند كل بوينت في الجرافيتيشنال فيلد بنلاقي قيمة معينة للأكسلريشن ديو تو جرافيتي. عند كل بوينت في الجرافيتيشنال فيلد هنلاقي قيمة معينة للأكسلريشن ديو تو جرافيتي، وبالتالي بنلاقي قيمة معينة للفورس اوف جرافيتي، بنلاقي قيمة معينة للفورس اوف جرافيتي. علشان كده يا شباب الجي ديت النهارده هندي لها مسمى تاني، الجي ديت اللي هتقدر تقول لي الفورس اوف جرافيتي في البوينت دي كبيرة ولا صغيرة؟ مش دي اللي بتحدد لي الفورس اوف جرافيتي كبيرة ولا صغيرة عند كل بوينت؟ الجي ديت يا شباب احنا قبل كده كنا بنسميها اكسلريشن ديو تو جرافيتي، النهارده هندي لها مسمى تاني. الجي ديت زمان كنا بنسميها اكسلريشن ديو تو جرافيتي، النهارده هنسميها جرافيتيشنال، جرافيتيشنال فيلد، جرافيتيشنال فيلد انتنسيتي، هنسميها جرافيتيشنال فيلد انتنسيتي. يعني ايه جرافيتيشنال فيلد انتنسيتي يا شباب؟ يعني هي اللي هتقدر تحدد لي الانتنسيتي، الفورس اوف جرافيتي قد ايه عند كل بوينت في الجرافيتيشنال فيلد. لو عايز تعرف القوه كبيره ولا قليله عند بوينت معينه في الفيلد، احسب الجي عند البوينت دي. تاني، عشان تعرف الفورس اوف جرافيتي كبيره ولا قليله عند بوينت معينه جوه الجرافيتيشنال فيلد، عايز تعرف الاف جي كبيره ولا صغيره عند كل بوينت، احسب الجي. هي دي اللي هتدلك، هي دي اللي هتدلك. طب ليه ما قلتليش يا مستر احسب الماس؟ طب ما هو الاف جي ايكوالز الام جي، ليه ما قلتليش احسب الماس؟ اصل الماسز بتاعتنا مش هي دي اللي هتفرق. الماس بتاعتي من الماس بتاعتك من الماس بتاعت الطياره، الفرق في الماسز دي مش هتفرق، اللي هيفرق معايا الجي ديت. طيب تعالوا نشوفوا بقى المسمى الثاني للايه، للجرافيتيشنال فيلد انتنسيتي دوت، ده معناه ايه؟ ايه المعنى الجديد بتاع الجي دوت؟ احنا الجي زمان كنا مسمينها acceleration due to gravity. الجي ديت كانت زمان عبارة عن حاجة اسمها acceleration due to gravity. دي كانت بتوصف لي ايه يعني؟ معناها ايه؟ دي الجي. دلوقتي بنتكلموا على حاجة اسمها gravitational field intensity. دي دلوقتي اسمها gravitational field intensity. وبرضه هي الجي. يعني ممكن ما يقولكش احسب لي الاكسلريشن ديو تو جرافيتي، ممكن يقولها لك بطريقه ثانيه، جرافيتيشنال فيلد انتنسيتي اللي هي الجي برضه. ليه قلت عليها كده؟ لان هي اللي هتقدر تحدد لي القوه بتاعه الارث عند البوينت ديت للاوبجكتس اللي موجوده عليها، للاوبجكتس اللي موجوده على الارث او للماسز اللي موجوده على الارث. ايه الفرق ما بين المعنيين دول يا شباب؟ تعالوا نفترض ان عند السيرفس، الارث السيرفس ماشي، الجي ابروكسيمتلي ايكوالز 10، جي ابروكسيمتلي ايكوالز 10. فيبقى هنا نقوله جي ايكوالز 10 متر بير سكند سكويرد. معناه ايه اليونت دي؟ المتر بير سكند سكويرد. طب لو قلت لك ان الجي هي ايكوالز الفورس اوف جرافيتي ديفايدد الماس، مش الفورس اوف جرافيتي ايكوالز الام جي، يبقى الجي ايكوالز الفورس اوف جرافيتي ديفايدد الماس.
لو قلت لك اليونت بتاعت الجي هنا هتبقى ايه يا شباب؟ ايه اليونت بتاعت الفورس اوف جرافيتي؟ نيوتن. ايه اليونت بتاعت الماس؟ كيلو جرام. وبالتالي هنا يا شباب الجي هتبقى ايكوالز 10 نيوتن بير كيلو جرام. 10 نيوتن بير كيلو جرام. دي ليها معنى تاني خالص. لما اقولها بالمتر بير سكند سكويرد دي ليها معنى بيوصف لك حاجة معينة في الفيزيكس، ونيوتن بير كيلو جرام دي بتوصف لك حاجة تانية خالص. ماشي كده؟ أنا بتكلم على إيه؟ على الأوبجكتس اللي موجودة على الأرث سيرفيس. فأول حاجة دي كانت بتعبر لي عن الموشن، دي كانت بتوصف لي الموشن، الحركة. يعني إيه بتوصف لي الموشن؟ يعني لو في أوبجكت مثلا بيقع من الأرث سيرفيس السبيد بتاعته دي معناها إن هي كانت بتزيد مثلا 10 متر بير سكند في كل سكند في التايم، كل سكند، كل 1 سكند. ماشي؟ ده معنى الاكسلريشن، ان هو بيسرع لما بيجي يقع. ده كده بتوصف لي موشن. اليونت دي بقى بتوصف لي ايه؟ بتعبر لي عن ايه؟ دي مش بتوصف لي موشن خالص، ملهاش دعوه بالموشن. امال دي ليها دعوه بايه يا شباب؟ دي بتوصف لي القوة اللي هتأثر على كل كيلو جرام. ويا ريت تركيز في الحتة دي، يا ريت تركيز في الحتة دي. دي هتعبر لي عن إيه؟ عن القوة اللي هتأثر على كل كيلو. أهو دي معناها إيه؟ 10 نيوتن بير كيلو جرام. معناها إن لو في مثلا two objects على الأرث سيرفيس، واحد الماس بتاعته 1 كيلو جرام، وواحد الماس بتاعته 60 كيلو جرامز. ماشي؟ واحد الماس بتاعته 1 كيلو جرام، والتاني الماس بتاعته 60 كيلو جرام، والاثنين موجودين على فين؟ على الأرث سيرفيس. الجي اللي بتأثر عليهم هي 10 نيوتن بير كيلو جرام. بمعنى ايه؟ بمعنى الاوبجكت اللي الماس بتاعته 1 كيلو جرام هتأثر عليه، ده كده الماس 1 كيلو، الماس 1 كيلو جرام، فهتأثر عليه فورس 10 نيوتن. 10 نيوتن يعني ايه 10 نيوتن بير كيلو جرام؟ الجي دي معناها ايه كده؟ دي معناها ان في فورس 10 نيوتن بتأثر على كل كيلو، على كل كيلو. طب تعالى نفهموها بقى بالمثال التاني. طب لو الماس 60 كيلو جرامز، انا كده هنا عندي ايه؟ الماس 60 كيلو جرامز. طب عند السيرفس، عند الارث سيرفس الجي ايكوالز 10 نيوتن بير كيلو جرام. طب اذا كان الكيلو الارث بتاثر عليه ب 10 نيوتن، طب يبقى 60 كيلو 600 بتأثر عليه ب 600 نيوتن. فاكرين يا شباب لما كنت بقول لكم ايه اللي يحصل لو رمينا تو اوبجكتس، واحد خفيف وواحد تقيل من نفس الهايت، مين اللي يوصل الاول؟ مين اللي كان بيوصل الاول؟ الاثنين مع بعض. الاثنين. طب فاكرين ايه الاجابه؟ ليه؟ عشان بيتحركوا بنفس الفيلوسيتي. لا بنفس نفس الجرافيتيشنال فورس. لا، عايز حد يجاوبني من اللي حضروا معايا، من اللي حضروا معايا. ها، ليه الاثنين بيوصلوا لنفس بيوصلوا مع بعض؟ الاثنين بيتحركوا بنفس الاكسلريشن. الاثنين بيتحركوا بنفس الايه؟ الاكسلريشن. طب ليه برضو؟ عشان عليهم نفس تأثير الريزيستنت، يعني عشان كل كيلو عليه نفس تأثير الفورس. كل كيلو، يعني فرضا انا برمي 1 كيلو وبرمي 60 كيلو، ليه الاثنين يوصلوا مع بعض؟ عشان كل كيلو منهم هيتأثر بنفس الفورس. كل كيلو هيتأثر بنفس الفورس. انا ما قلتش ان الاثنين بيتأثروا بنفس الفورس. الصغير اتأثر بفورس 10 نيوتن، الكبير اتأثر بفورس 600 نيوتن،
بس هما متساويين في ايه؟ ان كل كيلو اتأثر ب 10 نيوتن. يعني هما انا زي نعم اديت له كل واحده الفورس اللي تخليها تمشي بنفس الفيلوسيتي زي الثانيه، صح؟ بالظبط، اديت لكل كيلو الفورس اللي تخليها تمشي بنفس الاكسلريشن، اديت لكل كيلو الفورس اللي تخلي الباديز تمشي بنفس الاكسلريشن. ماشي يا شباب؟ ماشي. طيب، وبالتالي عايزين بقى ديفينيشن للايه، للجرافيتيشنال فيلد انتنسيتي. عايزين ديفينيشن للجرافيتيشنال فيلد انتنسيتي. يعني ايه جرافيتيشنال فيلد انتنسيتي؟ بصوا كده، اولا طبعا انا قلت لكم ان الجرافيتيشنال فيلد انتنسيتي اللي هي الاكسلريشن ديو تو جرافيتي زمان، بس دلوقتي جرافيتيشنال فيلد انتنسيتي ودي ليها معنى خلاص، هي عباره عن الفورس اوف جرافيتي ديفايدد الماس، خلاص كده. ودي طبعا بتتقاس، اليونت بتاعتها بتتقاس نيوتن بير كيلوغرام، كم نيوتن لكل ايه، لكل كيلو. فلنفترض ان الماس يا شباب ايكوالز 1 كيلوغرام. لو الماس ايكوالز 1 كيلوغرام ايه اللي يحصل؟ هنلاقي ان الجي ايكوالز الاف جي، الجي ايكوالز الاف جي لما الماس تبقى ب 1 كيلو، 1 كيلو جرام. وبالتالي لما اقول لك يعني ايه جرافيتيشنال فيلد انتنسيتي، فبتقول لي هي عباره عن الجرافيتيشنال فورس قد ايه اللي بتاثر على كل كيلو. اهو اتس او ات از ذا جرافيتيشنال، هي جرافيتيشنال force, it is a gravitational force acting اللي بتأثر on a unit mass. unit mass يعني 1 كيلوغرام، a unit mass اللي هي 1 كيلوغرام. الجرافيتيشنال فورس او الجرافيتيشنال فيلد انتنسيتي عند بوينت معينه هي عباره عن الجرافيتيشنال فورس، اهو نكملوها كده، ات اهو ات ا سيرتن بوينت او ات ا سيرتن هايت، ات ا سيرتن لان هي بتختلف من هايت لهايت، من بوينت لبوينت جوه الفيلد، ات ا سيرتن هايت. فبيقول لي هي الجرافيتيشنال فورس، هي الـ FG اللي بتأثر على 1 كيلوغرام موجود at a certain height، at a certain height in the field، جوه الـ A، جوه الـ gravitational field. بالمختصر، كل ما ابعد عن السنتر بتاع الايرث الديستنس بتزيد، فالجي تقل، فالاف جي تقل، وبالتالي الجي بتقدر تعبر لي عن الفورس اوف جرافيتي عند كل بوينت هتبقى قد ايه. عشان كده سميتها جرافيتيشنال فيلد انتنسيتي. مختصر لكل اللي أنا قلته من أول الحصة، يعني مختصر خالص يعني. طيب، هل نقدروا يا شباب؟ حد مش فاهم حاجة؟ حد مش فاهم؟ هو يعني ممكن سنة ده؟ أيوة، هنا يعني لما كل ما الديستنس بتزيد الجرافيتي الاكسلريشن ديو تو جرافيتي بتقل، وبالتالي وإحنا عرفنا إزاي بتقل، إحنا جبناها ماثيماتيكلي يعني، ماشي؟ كل ما الهايت بيزيد كل ما الجي تقل، وبالتالي على حسب النيوتنز سكند لو كل ما الجي تقل الفورس اوف جرافيتي هتقل، ماشي؟ الفورس اوف جرافيتي هتقل، وبالتالي اقدر اعرف الفورس اوف جرافيتي عند كل بوينت عن طريق لو عرفت الجي قد ايه عند كل بوينت. دي اللي قدرت تحدد لي الفورس اوف جرافيتي قد ايه عند كل بوينت.
هتبقى قويه ولا ضعيفه؟ لو الجي كبيره الفورس اوف جرافيتي كبيره، لو الجي قليله الفورس اوف جرافيتي قليله، عشان كده سميتها جرافيتيشنال فيلد انتنسيتي، هي اللي بتعبر لي عن الايه؟ قوه الجذب جوه الفيلد. قوه الجذب جوه الايه؟ جوه الفيلد. طبعا عارفين ايه اللي كنت ممكن اقوله في دقيقتين من غير ما تفهموه؟ ان انا اقول لك ان احنا كنا بنقوله على الجي زمان بنقوله عليها اكسلريشن، دلوقتي بنقوله عليها جرافيتيشنال فيلد انتنسيتي، وادخل في الماث على طول هيخلص الدرس معايا في ربع ساعه فعلا. يعني كنت اقول لك زمان بنقوله عليها كده، دلوقتي بنقوله عليها كده، وادخل في وعلى طول واكمل ماث وخلصت والدرس خلص، وكنت هتعرف تحل وكنت هتقفل الامتحان. انا ما بعرفش اعمل كده للاسف، انا ما بعرفش اعمل كده. طبعا في ناس ما بتحبش الكلام ده، انا عارف انت صدعتنا يا مستر على الفاضي، بس انا ما بعرفش اعمل غير كده. طيب نتكلم بقى، نكمل ازاي نحسبه الجرافيتيشنال فيلد انتنسيتي. ازاي نحسبه جرافيتيشنال فيلد انتنسيتي؟ الجرافيتيشنال فيلد انتنسيتي اللي هي مين؟ الفورس الاف جي ولا الجي؟ مين الجرافيتيشنال فيلد انتنسيتي يا شباب؟ ها جي ولا اف جي؟ جي. احنا دلوقتي عايزين نحسبه الايه؟ الجي. طيب احنا عندنا يا شباب القانون بتاع الفورس اوف جرافيتي، اليونيفرسال جرافيتيشنال لو، بيقول ايه؟ بيقول ان الفورس اوف جرافيتي اللي هتشد اوبجكت موجود على بلانيت معين، ولنفترض ان هو الارث، هتبقى عباره عن الجي الكونستنت، الماس بتاعت البلانيت، ونفترض الارث الماس بتاعت الاوبجكت اللي هو هيتشد، ديفايدد الديستانس ما بين التو سنترز. وعندنا النيوتن سكند لو بيقول ايه؟ بيقول ان الفورس اوف جرافيتي بتعتمد على الايه؟ الماس، وبتعتمد على الاكسلريشن ديو تو جرافيتي اللي بتشد بيها الايه؟ اللي بتشد بيها الاوبجكت. ومن هنا من دول اقدر اقول ان الجي ام divided الار سكويرد، انا خلاص بتكلم ماث دلوقتي، انا خلصت الجزء الفيزيكس اللي انا عايز اشرحه، equals الام جي. لو انا حضرتك شطبت من هنا الماس والماس، هتقدر تطلع لي القانون دوت، ان الجي equals الجي ام divided الايه؟ الار سكويرد. خلاص كده؟ واحنا قلنا يا شباب ان لو عندي السيرفس، لو عندي السيرفس فهيبقى القانون بالشكل ده، هتبقى الار ديت هي عباره عن مين؟ هتبقى عباره عن مين يا شباب؟ ها؟ الديستنس اوف ذا سنتر. ايوه هتبقى عباره عن الراديوس، هتبقى عباره عن مين؟ الراديوس. الراديوس بتاع البلانيت. ماشي؟ لو موجود ات هايت معين، عند هايت، يا ترى الار سمول دي هتبقى ايه؟ الراديوس والبلس الهايت. بالظبط كده، هتبقى الراديوس بلس الهايت، هتبقى الراديوس بلس الهايت اول باور 2. ماشي كده؟ طيب ده قانون. طيب من هنا يا شباب، من القانون دوت الجي اللي ايكوالز الجي ام اوفر الار سكويرد، على حسب بقى هو على السيرفس ولا على حسب هايت، نقدر نطلع من هنا حاجتين، الماس والراديوس. الماس تتجاب ازاي؟ هودي الار سكويرد الناحيه الثانيه وانزل الجي بالديفايدد، فتبقى ازاي؟ فتبقى جي ار سكويرد ديفايدد الجي. طبعا معلش انا يعني ما بتناقش معاكم عشان احاول اخلص الليسن، هو ليسن صغير وسهل بس معانيه، المعاني اللي فيه مهمه. طيب لو عايز اجيب الار سكويرد او الار، هعمل ايه؟ انا عايز دي، فهطلع دي فوق وانزل دي تحت واخد السكوير روت، يعني هتبقى ايكوالز ايه؟ هتبقى السكوير روت للجي M divided G. حاجة مش مفهومة؟ حد عايز يسأل في أي حاجة في الماث ده؟ ده ماث خلاص.
مش بشرح فيزيكس، تعالوا نجاوب، تعالوا نحلوا مع بعض. احنا وقفنا المرة اللي فاتت عند جنى أشرف، آخر واحدة ختمنا بيها الحصة، جنى أشرف. المرة دي لوجين، هنبتدي بلوجين. لوجين موجودة معنا؟ لوجين. طيب مستر، لوجين قالت لحضرتك إن هي مش هتخش الحصة. ليه؟ عشان النت عندها يعني خلاص، يعني اللي اسمه ايه ده ما دفعتش لسه الباقه بتاعت النت التجديد يعني، فمش طيب عارف. ما خدتش بالي انا، اصل بقى لي كتير ما مسكتش الموبايل يعني. ماشي اوكي. طيب بعد لوجين، انا بس هي قالت ان هي قالت لحضرتك. طيب يمكن ما شفتش انا بقى الرساله. طيب بعد لوجين حبيبه المصري، يلا حبيبه. بيقول لي A planet of mass، الكلام ده مديني الماس بتاعت البلانيت، ومديني الراديوس بتاعت البلانيت، على فكرة دي الراديوس بتاعت الأرث، يبقى ده الأرث أساساً يعني. ومديني الجي الكونستنت. بيقول لي So the intensity of the planet's gravitational field، هو بيسألني على أي حبيبة؟ على الجي. على الجي سمول، اللي هي كنا بنقول عليها، اللي هي الايه الاكسلريشن، اللي هي كانت المرة اللي فاتت قبل كده بالمتر بير سكند سكوير، دلوقتي دلوقتي بالنيوتن بير كيلو جرام. ماشي كده؟ بيقول لي احسب لي الانتنسيتي بتاعت البلانت عند بوينت ات ديستانس، الكلام ده عند بوينت. بصوا كده، واخدين بالكم من الرقم ايه ده؟ يعني في اكسلريشن ديو تو جرافيتي في السبيس. في السبيس 36000 كيلو، ده يعني احنا خلاص طلعنا بره الاتموسفير، دخلنا في السبيس وعديناه من زمان. الاتموسفير هو 1000 كيلو بس. في acceleration due to gravity، في acceleration due to gravity في الـ space، في الـ space يعني في weight، ممكن يبقى في weight، ممكن object الـ earth تشده، ممكن تشده ويقع في الـ earth لو جوه الـ field. طب لو مش عايزين يبقى weight، عنده weight من النهاية، يمشي في circular motion بـ velocity معينة. ده للناس اللي كانت ايه محتارة يعني. نكمل، هو عايز يحسب مين؟ الـ g. طب ايه القانون بتاع الـ g تفتكري؟ g capital m over r power 2 بالظبط، جي ام ديفايدد ار باور 2. طب الار بالنسبه لي هو بيقول لك عند بوينت عند ديستانس، الكلام ده يبقى مين دي؟ دي كده الهايت. برافو، دي الهايت. ومديني ايه؟ مديني الراديوس، وهو مديني الراديوس، بس خلي بالك الاثنين بالكيلومترز. ماشي خلاص تمام، لازم طيب احوله من المترز. بالظبط، يبقى انا الار عندي هنا يا حبيبه هتبقى ايكوالز ايه؟ الار بلس الاتش. بالظبط، الراديوس بلس الاتش، ادي الراديوس اهو خلاص، اللي هو يبقى ايكوالز كام؟ ايكوالز ال 637 8 بلس 36000، كل ده تايمز 10 باور 3 باور 2، لا باور 3 عشان تبقى بالمتر. ايوه هاخد الار بقى اعمل لها باور 2 قصدي. كله باور 2. برافو. أيوة. كل ده بقى، كل الرقم ده هعمل له باور 2. هعمل له باور 2. طب انا موجود عندي الجي، موجود الجي، موجود الام، مديني الماس. ايوه موجوده. وانا جبت الراديوس، فيها حاجه؟ لا يا مستر. كالكوليتر، الباقي كالكوليتر. شكرا يا حبيبه. شاهدوا اسامه. لا يا مستر. شاهدوا اسامه موجوده؟ يا مستر. نمت يا شهد. ماشي خلاص انا بعرف. ديت انا بعرف. باينة. يا مستر. طب بيقول لي calculate the mass of the earth knowing that the acceleration due to gravity، الكلام ده مديني الجي ومديني الجي ومديني الار الراديوس، هو عايز يحسب الايه؟ الماس. طب ايه القانون بتاعي؟ القانون بتاعي عشان اجيب الماس. جيبي لي الاول الجي الاول، هات القانون الاصلي اللي كانت لسه حبيبه. الجي سمول ايكوال الجي كابيتال تايمز الام اوفر الار باور 2. بس كده. وطبعا الار هنا بالنسبه لي، الار هنا بالنسبه لي هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن الراديوس، فرضا ان اوبجكت واقف على السيرفس. ماشي. طب انا عندي مين؟ تقدر تجيبي لي الاول الماس؟ ايه القانون بتاع الماس؟ انا عايز اسال على دي. من هنا كده هو
ممكن أقول ال G over ال M equal ال G capital over ال R power 2. G over ال M. أعملها كأنها stop يعني وبعدين أعوض. أنا عايز المقاس دي تبقى بكام يا حبيبة يا يا شاهد؟ ودي لا دول. ما أعرفش بقى نمت. بص 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 ودي دول الناحية التانية بالمشقلب. يعني إيه؟ يعني أدي ال G اللي تحت يطلع فوق واللي فوق ينزل تحت. بحكي معاكي فيها من جونيور 6 يا شهد صدقيني. يلا ها فتبقى الار سكوير ديفايدد الجي. تمام ماشي كده. خد طلعت دي فوق ونزلت دي تحت يا بنت الحلال. ماشي الار بالنسبه لي هنا هتبقى عباره عن الراديوس. هل اعرف احسب الماس بتاعه البلانيت ولا ما اعرفش؟ اه كله موجود عندي. أسئلة صعبة. أدي الجي وأدي الريديوس بتاع البلانيت وأدي الإيه وأدي الجي. ماشي هو أنت ما جاوبتش معايا حاجة بس خلاص كفاية عليك. ماشي شكرا. طيب عبد الرحمن. عبد الرحمن بيقول لي إيه؟ عبد الرحمن معاك. يلا علي لي صوتك بس. بيقول لي إيه؟ An object is dropped with no initial velocity. إيه ده؟ اه يعني في اوبجكت برميه من فوق with no initial velocity. نعم معلش هو في المساله اللي قبل دي انا حسبتها طلعت لي الباور حاجه تانية غير اللي هو الموجود. يعني طلعت لي باور الرقم ده باور بقى 14 مش 24. الرقم ده باور 14 لا يمكن لا يمكن. دي الماس بتاعه الارث دي معروفه. معرفش حسبتها كده بالظبط. لا 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 اكيد في حاجه غلط. اكيد في حاجه غلط في ال انت عملتيها كالكوليشن. ماشي الراديوس بتاع الارث ده مظبوط. لا لا انت عملتي حاجه في الكالكوليشن مش مظبوط. طب نكمل. بس انا طلعت معايا انا كمان كده يعني طلعت معايا باور 17 برضه. باور 17 ازاي؟ طب ده كنت باور 14. الجي جايبها بالميتر بير سكند سكويرد والجي ديت اليونتس بتاعتها تمام. الراديوس الكلام ده بالمتر. ازاي ازاي طلعت معاكم 17؟ لا لا في حاجه في حاجه غلط. حد يعملها تاني. طيب يا شباب انا حسبتها طلعت صح. تمام انا طلعت صح. واحده حسبتها طلعت صح. يبقى انتوا اللي عندكم الغلط. انتوا اللي عندكم الغلط. هو واحده بتقول لك حسبتها طلعت صح. ايوه انا ما انا اللي حسبتها غلط. انا حسبتها صح تاني برضه. طيب ماشي 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 يا نور يا نورين. يلا نكمل. بيقول لي ايه؟ بيقول لي an object is dropped with no initial velocity يعني ال VI بزيرو above the earth's surface. لا above the surface of planet big alpha. اه planet اسمه big alpha. رميت من عليه object بس سبته يقع ب VI بزيرو. بيقول لك and falls 13.5 meters يعني وقع من ايه؟ من height. وقع من height 13.5 meters ووصل في 3 seconds يعني ده التايم. وصل في ايه؟ في 3 seconds. وبيقول لك ايه the radius of planet big alpha مديك ال radius بتاع ال planet equals 5.82 times 10 power 6 meters. أول حاجة هو طالبها مننا. أول حاجة بيقول لك عايز الأكسلريشن of the falling object. عايز الجي. عايز الأكسلريشن. مش هتتوقع أنت السؤال ده عبد الرحمن. أنا عايزك تخيب أمالي. هيتحل السؤال ده إزاي؟ مديك initial speed ومديك height ومديك time. يتحل ازاي السؤال ده؟ الحاجات بتاعت الترم الاول ايوه. لا توقعت. لا خيبت امالي. حلو كده. ازاي بقى؟ ايه الحاجات اللي هي اسمها ايه الحاجات بتاعت الترم الاولاني اللي اشتغلنا بيها الترم الثاني على فكره بس في اول الترم اسمها ايه؟ اسمها equations of motion. laws of motion. اه equations of motion. يا ترى هتستخدم انهي equation of motion يا عبد الرحمن؟ عندك height وعندك time. first ولا second ولا third؟ يا سكند يا ثيرد. سكند سكند مش يا سكند. ليه؟ لان ده هايت ديستانس تايم.
مش ديستانس سبيد، ماشي؟ السبيد بزيرو. فطبعا نقدر نستخدم فعلا السكند ايكويجن. من لهاني كده السكند ايكويجن، الهايت هيبقى ايكوالز ايه؟ دي علينا، دي مش من الترم الاول. اه هاف هاف ها هنا اي تي باور 2 جي تي باور 2 بالظبط. وهنا طبعا في اي تي طبعا دي كل بزيرو عشان الفي اي بايه بزيرو. خلاص. طيب انا عايز مين؟ انا عايز الجي. طب تقدر تجيب لي الجي؟ يبقى الجي بكام؟ متعودين عليها برضو. ها متعودين عليها من الترم الاول، ودي التو فوق نزل 2 جي تبقى 2 اتش قصدي تايمز تي بورت تي بورت. طيب دي موجوده عندي ودي موجوده عندي، اقدر اجيب دي. طلعت 3 متر بير سكند سكويرد، دي طلعت ايه 3 متر بير سكند سكويرد. خلاص انا جبت الجي كده، انا عندي ايه الجي عرفتها. ماشي. طيب اللي بعد عبد الرحمن فرح احمد، يلا يا فرح. نمبر بي بيقول لي ايه؟ عايز ايه في نمبر بي؟ بيقول لي what is the mass of the planet big alpha؟ عايز الماس بتاعت البلانت ايه big alpha تبقى بكام؟ احسب ازاي الماس بتاعت البلانت؟ قولي لي ايه القانون الاساسي؟ الجي equal جي كابيتال ام اوفر ار باور 2. حلوة قوي. اوفر مين الار بالنسبة لي؟ ال ديستنس او الهاي. بالنسبة لي equals ايه؟ equals الراديوس. ماشي؟ لان دوت على السيرفس. ماشي كده؟ خلاص؟ طيب فهيبقى ايه؟ الراديوس، راديوس سكويرد. ماشي كده؟ فانا عايز مين؟ انا عايز الام. يلا قولي لي يبقى وانا مش هاخد الهايت. الهايت ده، الهايت ده مش افكتيف قوي، ما يفرقش. عايزه تكتبيه ماشي، مش عايزه تكتبيه ولا يهمك، مش هيأثر قوي. بص يا شباب، الجي ديت تفرق ما بين ايه؟ تفرق من ايه؟ تفرق ما بين مثلا واحد على ديستانس، مثلا واحد على السيرفس، وواحد موجود مثلا على ديستانس 50,000 كيلو. تفرق و1000 كيلو، لكن مش ميترز، مش ميترز، مش هتفرق ما بين ايه؟ اوبجكتس نفس الميترز. عشان كده يا شباب كنا بنعتبر زمان ان الجي ثابته لكل الاوبجكتس. ليه؟ لان هما ات هايتس يعني مش كبيره قوي، الهايتس اللي ما بيننا مش حاجه، كلهم كنا بنعتبرهم 9.8، فمش هتفرق. بس سؤالك صح، سؤالك صح. ها الماس هتبقى ايكوال جي سمول ار باور 2 اوفر جي كابيتال، اوفر جي كابيتال. كله موجود، دي موجوده، دي موجوده، دي طلعناها. خلاص نقدر نجيبه الايه؟ نقدر نجيبه الماس. هي الجي هتبقى 9.8 اللي قال لا الجي، انا اسف، جي اللي هي ال 3 اهو، عشان برضو ايه الناس اللي عايزه تحسب 3 تايمز الار سكويرد اللي هو 5.82 تايمز 10 باور 6 all power 2 كل ده divided 6.67 تايمز 10 باور -11. بالظبط. اللي عايز بقى يبقى يحسب بعدين يبقى يحسب. طبعا الجي هتطلع لي بأي حاجة، طبعا أنا آسف الماس هتطلع لي بأي حاجة كيلوجرام. أدي الحل هو. طيب أنا دلوقتي يا شباب هتكلم على حاجة بسيطة خالص، هتكلم على حاجة بسيطة خالص وإيه وأقفل فيها. بس هي ماث، ماث يعني ما فيهاش تركيز قوي في كشرح فيزيكس يعني، اللي هي إيه فاكتورز، factors affecting the gravitational field intensity. Gravitational gravitational field intensity اللي هي G. طب احنا عارفين يا شباب، ناخده بس الاول كوبي منها، ماشي، حطه هنا كمان واحدة. طيب احنا عارفين يا شباب قانون بيقول ايه؟ بيقول ان الجي equals
الجي كابيتال خلاص حفظناه الام ديفايدد الاي الار سكويرد. يبقى مين اللي ممكن يتحكم، مين الفاكتورز اللي ممكن تتحكم في الجرافيتيشنال فيلد؟ الماس بتاعت البلانيت، كل بلانيت ليه جرافيتيشنال اكسلريشن ديو تو جرافيتي معينه، والاي والديستانس فروم ذا اي فروم ذا سنتر، والديستانس فروم ذا سنتر. نبتدي بنمبر 1 اللي هو الاي ذا بلانيتس ماس. ذا بلانيتس ماس، الماس بتاعت البلانيت اللي هي الام كابيتال. بس لازم نثبته مين الكلام دوت؟ لازم نثبته الاي الديستانس فروم ذا اي فروم ذا سنتر، يعني لازم تبقى الار كونستنت از كونستنت. طب ازاي نجيبه اكزامبل على الماس مختلفه لكن الار ثابت؟ عادي هنقوله تو بلانيتس، مثلا البلانيت اي، البلانيت اي والبلانيت بي، ماشي. البلانيت اي والبلانيت بي الراديوس بتاعهم زي ما هو زي يعني قد بعض اهو، يعني الار اي ايكوالز الار بي. الار بي ماشي. فطبعا انا كده ثبتت الايه، ثبتت الديستانس لإيه؟ لو فرضا لو لو اوبجكت عند السنتر هنا، عند السيرفس هنا، واوبجكت عند ايه؟ عند السيرفس هنا. خلاص يبقى نقدر نقوله ان الجي، طبعا طالما ده في النوميريتور وده في النوميريتور يبقى خلاص احنا فاهمين اللعبه، ان الجي سمول الجرافيتيشنال فيلد انتنسيتي دايركتلي بروبورشنال مع الماس بتاع البلانيت. وبالتالي يا شباب طبعا لو الماس زادت للدبل اهو، لو الماس انكريز للدبل الجي هتزيد للدبل، ماشي كده. وبالتالي اقدر اعمل العلاقه ما بين الاثنين كده اهو، ان الجي والماس الريليشن ما بينهم دايركت بالشكل ده كده. خلاص السلوب يا شباب هيبقى عباره عن ايه؟ الجي ديفايدد الماس، اودي الماس هنا الناحيه دي اهو، هنا السلوب هيبقى، ركزوا معايا عشان لو غلطت، ها السلوب هو عباره عن الجي ديفايدد الماس، وبالتالي هو ايكوالز الجي ديفايدد الار سكويرد، ماشي، او الديستانس سكويرد. مفهوم الكلام دوت؟ لو انا حابب اقارن ما بين الجرافيتيشنال فيلد انتنسيتي اللي على البلانيت A والجرافيتيشنال فيلد انتنسيتي اللي على البلانيت B، عايز بس ايه، لو حابب اقارن يا شباب ما بين الجرافيتيشنال فيلد على البلانيت A والجرافيتيشنال فيلد اللي على البلانيت B، طالما هم شبه بعض في كل حاجه، هم مختلفين في ايه؟ في الماس. والريليشن ايه؟ الريليشن دايركت. فطبعا هتبقى الماس اللي على البلانيت A ديفايدد الماس اللي على البلانيت B، ده في النوميريتور، يبقى ده في النوميريتور زيه لان الريليشن ايه؟ دايركت. ده الكلام دوت لما تبقى الار كونستنت، ده كده when الار از كونستنت. حد مش فاهم حاجه؟ حد مش فاهم حاجه؟ احنا كمان شلنا الجي علشان هي كونستنت برضو. اه بالظبط، ما هو هم متشابهين في الجي ومتشابهين في الار، فلما نعملهم ديفايدد بعض مش هيتبقى لي غير الماس، كله هيروح مع بعضه، مش هيتبقى لي غير الماس، صح كده يا هنا؟ اه ماشي يلا بينا. دي اول حاجه اللي هي الماس. طيب نمبر 2 هيبقى مين؟ اهو نكتبه تاني عشان نفكركم بيه. الجي equals the constant times the mass بتاعت البلانيت divided the distance between the two centers. فيبقى ايه تاني حاجة تأثر على الacceleration due to gravity أو gravitational field intensity؟ هي the distance. The distance between
ال A the centers the two centers اللي ما بين ال A ال centers اللي هي ال R ال distance اللي ما بين ال A ال R. بس الكلام دوت عشان نعرفه نشوف العلاقة اللي ما بين ال G وال R squared لازم نثبت التاني ده اللي هو الماس عشان ما يأثرش في الايه في العلاقة بتاعتنا. فنقول الكلام دوت لما الماس is constant. طب الكلام دوت نجيبه باكزامبل ازاي؟ بسيطة خالص. نقوله طالما الماس constant ممكن نقوله نفس البلانيت ونفترض الايرث ونفترض الايه؟ الايرث. ماشي؟ ادي الايرث. الايرث مره اوبجكت هيقف على السيرفس خلاص ومره هيطلع عند هايت معينه عند هايت معين من الايه من السيرفس. يبقى في الحاله الاولانيه هنا دي كانت الديستنس اللي ما بين التو سنترز هي الراديوس. في الحاله الثانيه هي الهايت بلس الراديوس. ماشي؟ هنا كده في الحالة الأولانية الـ distance between the two centers هي الـ radius. في الحالة الثانية يا شباب هتبقى الـ height plus radius. ماشي كده؟ الـ relation ما بين الـ G وال نعملها بلون تاني. الـ relation اللي ما بين الـ G من القانون كده والR squared واحدة في النوميريتور الثانية في الدينوميريتور يبقى relation inverse. relation كده inverse بس inverse مع الـ A مع الـ square. يعني إيه؟ يعني لو الـ radius زاد يعني آسف لو الـ distance زادت للدبل الـ gravitational field intensity decreases to quarters. ماشي؟ relation ما بين الـ A الـ G والR squared. طب بتتعامل ازاي في الايه في الجرافس؟ هنقوله ادي الجي وادي ال1 اوفر الار سكويرد. احنا بنقوله هي يا اما انفرس مع الار سكويرد او دايركت مع ال1 اوفر ار سكويرد. فبتترسم كده. طب السلوب في الحاله ديت هيبقى هو عباره عن ايه؟ السلوب هو الجي ديفايدد ال1 over r squared يعني times يعني ممكن نكتبه times r squared. الكمبيوتر علق يعني ممكن نكتبوها times r squared فيبقى equals gm خلاص. وطبعا لو حابين نعمله الريليشن ما بين الg والr squared هتبقى تترسم كده. ماشي؟ وبالمناسبة نعم؟ ليه مش ستريت؟ يعني ليه لا لا ماثيماتيكلي لو حسبتي لو اتعملت بنمبرز مش هتطلع ستريت لاين. ماثيماتيكلي نمبرز بس. وكمان لو عملتيها يا هنا لو عملتيها ما بين الجي كمان واخدت السكوير روت للار للنمبرز بتاعت الديستنس ديت هتطلع لك برضو كده. ده شغل ماث يعني. ماشي؟ ماثيماتيكلي يعني. طيب نكمل. طب لو انا عايز اقارن ما بين الجي عند البوينت دي والجي عند البوينت دي فبعمل ايه؟ بصوا بقى القانون اللي جاي ده يتحفظ زي اسمكم اولا طبعا الريليشن ما بين الجي والار سكويرد واحده في النوميريتور والثانيه في الدينوميريتور الباقي زي بعضه. ماشي؟ الجي عند البوينت عند السيرفس وعند الهايت اللي هنا هم زي بعض في الايه في الماس بتاعت البلانيت والكونستنت. وبالتالي لو حبيت اقارن ما بين الجي عند التوب والجي عند السيرفس هتبقى ايكوالز ايه؟ حد يقدر يقول لي؟
حد يقدر يقول لي؟ هتبقى الراديوس على السيرفس ديفايدد الراديوس على التوب. بالظبط كده، اللي على السيرفس الاول اللي على السيرفس ديفايدد اللي على التوب، فنقوله كده تبقى ايكوالز ايه، تبقى اللي على السيرفس يعني الار اللي على السيرفس ديفايدد الار اللي على التوب، اللي على السيرفس ماشي ديفايدد اللي على الايه اللي على التوب. طب اللي على السيرفس كان ايكوالز ايه؟ نشيله بقى الكلام ده، اللي على السيرفس كان ايكوالز ايه؟ كان ايكوالز الراديوس بس، راديوس سكويرد طبعا، سكويرد طبعا ماشي. طب اللي على التوب كان الار اللي على التوب هتبقى ايكوالز ايه؟ نشيله الكلام ده، الراديوس بلس الهايت. بالظبط، الراديوس بلس الهايت اول باور 2. القانون ده تحطوه في دماغكم لو عايز اقارن ما بين الاكسشن ديو تو جرافيتي ما بين تو بوينتس، واحده فوق وواحده على السيرفس لنفس البلانيت. عايز اشوف الويت بتاعي، انا في الاول قلت لكم عايز اشوف الويت بتاعي في اماكن مختلفه في اليونيفرس، عايز اقارن ما بين السيرفس الويت بتاعي عند السيرفس والويت عند التوب ماشي. طب ممكن اقول ان الاف جي هي نفس الريشيو كده، الاف جي او الويت ديفايدد الاف جي دي برضو عند التوب هي عند السيرفس، ينفع ولا ما ينفعش؟ ها ايه رايكم، تنفع ولا ما تنفعش؟ ها مستر ممكن سؤال تاني؟ تنفع الريشيو اللي انا كتبتها دي دلوقتي اللي هي الاف جي عند التوب او الويت عند التوب ديفايدد الويت عند السيرفس هي دي؟ يعني ممكن اكتب الويت ديفايدد الويت، ممكن ولا مش ممكن؟ ويت عند التوب ديفايدد الويت عند السيرفس، عشان ريشيوز عشان هي نفس الريشيو. ليه بقى؟ عشان ما هو دي اساسا هي عباره عن ام جي عند التوب ديفايدد الام جي عند السيرفس، فلما الام تروح مع الام هتتفضل الجي عند التوب ديفايدد الجي عند السيرفس. فممكن يقول لك قارن لي ما بين الويت، مش لازم يقول لك قارن لي ما بين الاكسشن ديو تو جرافيتي، ممكن اقول لك قارن لي ما بين الويت. مفهوم الكلام ده؟ تمام. اكتب لكم بقى الريليشن دي كده اهو، اوباز. طيب نحط بقى الايه الريليشن دي كده كلها في ايه، تحطوها في دماغكم الريليشن دي. نحطوها في دماغنا الريليشن دي. آخر حاجة. طب لو two different planets، مختلفين في كل حاجة بقى، يعني مختلفين في الراديوس ومختلفين في الماس أهو. لو في الحالة، في حالة إن أنا عندي two different planets، in الماس والA and radius هنعمل A. طبعا احنا عارفين ان G equals الM، انا اسف، G الماس بتاعت البلانت divided الA الR. فرضا ان object على surface بتاعته different planets، يبقى هنشوفه الR بتاعت الA different planets. فهما مختلفين في الA، في الماس والراديوس، لكن متشابهين في الجي. عايز حد جدع يقول لي لو مثلا عندي بلانيت A وبلانيت B، عندي بلانيت A وبلانيت B الاثنين مختلفين في الماس والراديوس، لو عايز اقارن ما بين الجي على البلانيت A والجي على البلانيت B، ودي مهمه، ها هتبقى الماس على بلانيت A، الماس على بلانيت A اوفر الماس على بلانيت B، اوفر الماس على بلانيت B وفوق الراديوس اوف بلانيت B اوفر الراديوس اوف بلانيت A، عشان خاطر هما مين اللي قال؟ مين؟ جانا. ممتازه يا بنتي، ممتازه، عشان العلاقه فعلا هنا بالنسبه للراديوس انفرس، بالنسبه للماس دايركت. برافو يا جانا، احسنتي. القوانين دي تحطها
حطوها في دماغكم، وصدقوني القوانين دي مش هتجيلكوا في الشيت اللي هيوزعوا عليكم، مش هيجيبوا القوانين دي، لا يمكن. مستر هما منزلين بتاعت مارس بس اصلا. نعم هي اصلا القوانين بتاعت مارس اساسا، بس يعني مش منزلين القوانين بتاعت ابريل. هما نزلوا لها شيت يعني ولا ايه؟ مش فاهم. ايوه قالوا نزلوا باعوا واكتبوا اللي انتوا عاوزينه فيه تاني. معلش قال نزلوا واتبعوا واكتبوا اللي انتوا عاوزينه فيه. يا سلام، يعني ممكن تكتبوا الحاجات دي بقى في الشيت. ايوه. طب حلو على فكره، دي ميزه اللي عملوه ده كده، ده حاجه حلوه يعني. اكتبوا بقى القوانين اللي انا كاتبها لكم دي، عشان ما اظنش هيجيبوا لكم حاجه زي كده، ما اظنش. خلاص. طيب سؤال يا شباب، ايه اللي يحصل لو الماس دبلد او بلاش، ايه اللي يحصل لو البلانيت بي عنده ماس الفور تايمز بتاعت البلانيت اي وعنده الراديوس الدبل بتاع البلانيت اي؟ ها الفورس اوف جرافيتي عند السيرفس لازم تتشينج يا مستر. تفضل زي ما هي. برافو. مع انهم تو بلانيتس مختلفين في الماس والراديوس، بس هنلاقي الفورس اوف جرافيتي بتاعتهم بتاعت الاثنين عند السيرفس بتاعتهم هي. ليه؟ عشان الجي هي. ما احنا عارفين ان دي جرافيتيشنال فيلد انتنسيتي اللي بتدلني على جرافيتيشنال فورس. لو دي زادت للكوارتر للفور تايمز دي هتزيد فور تايمز، لو دي زادت للدبل دي هتقل للفور تايمز، فما يحصل لهاش حاجه. انا خلصت شرح، تعال نحله. فاضل لنا هنحله 6 examples على ما أظن، يبقى كده خلاص أنا خلصت شرح. مين آخر حد يحل معايا؟ فرح أحمد، فرح عمر، يلا بينا فرح عمر. فرح عمر موجودة؟ أيوة مستر. يلا بينا فرح. بيقول لي إيه؟ بيقول لي if the acceleration due to gravity of the earth at the orbit of a satellite that orbits the earth 2.5. بيقول لك ايه يا فرح؟ بيقول لي الاكسلريشن ديو تو جرافيتي اللي هي الجي، خلاص، عند ساتلايت معين في الاوربت بتاعه، الجي ديت بتاعت الساتلايت عند التوب، يعني عند التوب، ماشي؟ فاكره القانون؟ بصي كنا قلنا في قانون دلوقتي، الجي عند التوب والجي عند السيرفس، ماشي كده؟ تمام. فبيقول لي الجي عند الساتلايت ده عند التوب يعني equals كام؟ equals 2.5 meter per second squared. وبيقول لي ايه؟ then the distance between the satellite والearth's surface اللي هو الهايت، عايز الdistance ما بين الايه؟ الساتلايت والايه والearth، يعني دي الearth، الساتلايت هنا في البوينت ديت، ده الهايت، ده الراديوس، دي ال r small، ماشي؟ هو ما قاليش ال r بكام، هو قال لي طلعها لي بكام r، خلاص؟ بس مديني الاكسيشن ديو تو جرافيتي عند السيرفس، مديني الاكسيشن ديو تو جرافيتي عند الايه؟ السيرفس. اهو يبقى g عند السيرفس equals a equals 10 meter per second squared. هو عايز ايه يا فرح؟ عايز ال h، عايز دي. تتجاب ازاي؟ في قانون لما نحب نقارن ما بين الجي والجي، تفتكري بقى يتجاب ازاي؟ تفتكري ايه هو؟ الجي على التوب ديفايد الجي سيرفيس. ايوه. ثانيه واحده بقى، الار باور 2. ثانيه واحده عشان ايه انا بكتب، ماشي، هتبقى ايكوالز ايه؟ R power 2. ال R power 2 divide R plus H all power 2. بالضبط. All power 2. عندي مين؟ أنا ما عنديش ال R. طيب. إحنا عندنا الـ G عند التوب، الكلام ده، ودي بـ 10 عند السيرفس. فنقدر نقوله إن الكلام ده equals الـ G عند التوب بـ 2.5
divide 10 والثانيه ب 10. طب لو عايزين نضيعوا السكوير ده والسكوير ده الباور 2 والباور 2 هنعمل ايه؟ مستر ثواني، هو مش انا لو وزعت الباور 2 على الار وعلى الاتش يبقى كده تبقى ار باور 2؟ قصه دي قصه، لا ليه مدخلينا في القصه دي؟ دي قصه ماس وحشه يعني. لا كنت اقولها كنسل الارات مع بعض عشان هم لا لا لا, لا 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 ده انت صعبت الدنيا. ده انت صعبت توزعي. نعم 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 تكنسلي ايه؟ لا على علشان لا 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 انت عارفه، انت عارفه ده معناه ايه؟ ده معناه ار بلس اتش براكت تايمز ار بلس اتش. دي قصه ثانيه، دي تطلع ار باور 2 بلس اتش باور 2 بلس 2 ار اتش. دي قصه كبيره. ايوه تمام. ايه ده ايه ده اللي انت بتقوليه؟ فهمتي؟ ماشي نشيله دي، نشيله دي كده. انا عايز اضيع الباور 2 دوت بطريقه سهله، اعمل ايه يا فرح؟ سكوير روت. سكوير روت بس. يبقى الار ديفايدد الار بلس الاتش ايكوالز السكوير روت للاي ل 2.5 ديفايدد الاي التان. حد يجيبها لنا على الكالكوليتر يا شباب؟ نعم هاف بالظبط. ايه ده مش ممكن. ماشي طلعت هاف. طب حلو حلو، لا اتفاجئت يعني. طب اوكي دي بقى نقدر نعملوها ايه؟ نقدر نقوله لا طيب هاف يعني هنجيبوها بقى بطريقه ماث حلوه ازاي؟ يعني هنقول الكلام ده ايكوالز الهاف كده. طب ده معناه ان ال r plus ال h divided ال r. انا عملت هنا ايه يا فرح؟ انا عكست بس. هتبقى equal to. يبقى equals to. طب ليه انا عكست؟ عشان انا عايز اجيب دي divided دي والدي divided دي. فاهماني؟ تمام. يعني هقول ايه؟ يعني هقول 1 plus h over r equals 2. يبقى then هنا كده ان ال h over r equals 2 minus 1. 2 minus 1 اللي هي equals 1. يبقى then ال r ال h equals ال r. يبقى هو على مسافه الساتلايت ده موجود على مسافه قد الراديوس بالظبط. مفهومه؟ ايه ده ده طلعت الار. هو انا كنت مشاور على دي قبل ال مفهومه يا شباب؟ يلا ما علينا. مفهومه؟ مستر طب انا عملت حاجه ثانيه معلش. وصلت نفس النتيجه؟ لا. عملت ايه؟ عملت الار اوفر ار بلس اتش ايكوال هوم. بعد كده عملت كريس كروس. كريس كروس ماشي. يعني 2R. طب يعني 2R equals ال R plus تصدقي أحلى. كريس كروس تبقى 2R equals ال R plus H. 2R تبقى equals ال R plus ال H. يبقى then ال H equals 3R. يبقى أنا اللي عملت حاجة غلط. لا تبقى 2R minus R. 2R minus R تطلع لي R. اللي انت عملتيه احلى. ماشي بس نفس النتيجه. نفس النتيجه ماشي بس الطريقه بتاعتك اجدع، اجدع من طريقتي. ماشي هي عملت ايه في الاول يا مستر؟ عملت تاني تاني. بصوا هو احنا وصلنا ايه؟ وصلنا لل r over r plus h هو r divided ال r plus h equals ال half. هي عملت الكريس كروس. انا مش عارف ما جاتش ليه على دماغي، مش عارف يعني دماغي هنجت يعني 2r. هو عملت كريس كروس 2R equals ال R plus H. بس ودي ال R الناحية التانية يبقى ال H equals 2R minus R. يبقى ال H equals R. تمام؟ تمام. يلا بينا نكمل. طيب مين اللي بعد فرح أحمد فرح حمر؟ منا، منا إبراهيم. يلا منا. أيوه معلش تعبتكم بس يعني خلاص فاضل كام بروبلم وخلاص. انا بطلت شرح خلاص. A body of weight الكلام ده. ويت المره دي بيكلمني ايه؟ ويت. ويت. احنا ممكن نقوله يا اما الجي اوفر الجي عادي يا اما نقوله الويت اوفر الويت. ينفع؟ ينفع. ينفع عادي. ماشي نكمل. فبيقول لي الويت
45 نيوتن is placed على الـ A على الـ Earth's surface. بيقول لي احسب لي الويت، فاكرين في بداية الليسن بقول انا عايز اقارن ما بين الويت في الاماكن المختلفة. Calculate the weight at a height equals the quarter of the Earth's diameter. يعني بيقول لي الهايت، احسب لي الويت عند هايت معين. الهايت ده هو عبارة عن quarter الديامتر. Quarter الديامتر يعني لو الديامتر 2R، quarter الديامتر يعني 2R divided 4. 4 صح كده؟ هو بيقول لي احسب لي الويت عند الهايت ده. ماشي؟ طبعا يعني الهايت equals radius divided 2. صح كده؟ ده الهايت اللي عايز يحسب عنده الويت. طيب بس عند نفس الايه؟ عند نفس البلانت، ايه القانون بتاعنا؟ فاكر القانون؟ اللي هو الماس اوفر الماس ايكوال. لا انا دلوقتي عايز اقارن، عايز اقارن ما بين الويت على السيرفس والويت على الايه؟ والويت عند هايت معين. الويت الويت عند التوب عند الهايت ده، والويت عند السيرفس اللي هو تبقى الجي على التوب على الجي بتاعت السيرفس. هو هو الجي على التوب الجي على السيرفس. هو هو فتبقى equals. ها فاكره القانون بقى، بقيت القانون اللي هو الار باور 2، الار باور 2 divided ار بلس اتش اول باور 2. بالظبط ار بلس اتش اول باور 2. خلصت. تعال نكمل. طبعا هو مديني بقى ايه؟ مديني ارقام الجي مش هستخدمها، كل ده مش هستخدمه اهو، وتقريبا مش عارف مش هيتعامل. نشوفه بس ايه اللي هستخدمه وايه اللي مش هستخدمه. طب هو عايز ايه؟ بص كده، هو عايز الويت عند الهايت عند التوب، يعني عايز الويت هنا. ماشي؟ ومديني الويت عند السيرفس، مديني دي ب 45. ماشي كده؟ ماشي. الراديوس مش مدهوني، يبقى اكيد هنختصره. هنختصره فعلا. طيب يبقى ممكن نقوله من هنا ان الويت اللي انا عايز احسبه عند التوب ديفايدد الويت اللي عند السيرفس اللي هو ال 45 ايكوالز الار سكوير ديفايدد الار بلس الاتش اوفر 2. فين الاتش بقى؟ الاتش اللي هي ار اوفر 2. ار اوفر 2 ار بلس ار اوفر 2 تديك ايه؟ يعني 1 بلس هاف تديك ايه؟ R plus R over 2 تديكي 1 and half. 1 and half صح؟ أو ممكن نقوله 3 over 2 R صح كده؟ صح. يبقى ممكن نقوله divided 3 over 2 R all power 2. خلاص؟ تعال نفك البراكت. يبقى equals ال r squared divided. ها لو فكيت البراكت هتبقى 9 divided 9 over 4 4 over r squared squared صح كده؟ divided divided يطلع times، يعني شيل ال divided 4 ديت حطيها فوق، حطيها times 4 اهي times 4، وبعدين هنشيله ال r squared مع ال r squared مع ال r squared. خلاص؟ طيب يبقى ال weight equals ايه؟ الويت طلع ال 45 مع ال 4 فوق، فتبقى 45 تايمز 4 45 ديفايدد 9 9 مع ال 45 تبقى 5 5 تايمز 4 تديني 20 نيوتن اهي. شكرا يا منى. طب مستر ممكن اسال سؤال؟ ايوه. هو يا مستر هو احنا مش كنا ممكن نجيب الراديوس من الويت اللي هو مديهوني فوق وبعدين اعملها بالرول العاديه اللي هي بقى الجي تايمز ام؟ معلش 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 تاني عشان مخي هنك. بس اجيب الراديوس من الويت، يعني هو الويت اللي مديهوني فوق وهو مديني الماس ومديني ومديني الجي. طب وليه؟ ايوه ممكن ممكن ومديني الجي. مديني الجي كونستنت. مديهاني دي ومديني الويت صح. ممكن اجيب الراديوس. ممكن اجيب الراديوس. طب ما تشيليه احسن. صح صح طريقتك صح. وطبعا الماث ليه كذا طريقه، انا مش هجبرك بحاجه. انا طبعا ايه ممكن الطريقه بتاعتك تبقى احلى، ممكن الطريقه بتاعتك تبقى احلى. ماشي اوكي. الماث ملوش طريقه واحده يعني. تمام صح. طيب اللي بعد
منا منا تماوي يلا منا موجوده ما حضرتك يا مستر يلا منا بيقول لي ايه a planet has the same mass as that of the earth يعني كده two planets عندهم نفس الماس ماشي ونفترض ادي الارث وادي الايه وادي البلانيت الثاني بيقول لي الدايمتر بتاعه اكبر اهو يعني ده بلانيت نفترض ان هو بي الدايمتر بتاعه twice الدايمتر بتاع الايه الارث يعني الام بتاعت الاي equals الام بتاعت البلانيت لكن الدايمتر طالما الدايمتر هو twice يبقى الراديوس twice برضو يعني الراديوس بتاع البلانيت هو twice الراديوس بتاع الارث بيقول لي calculate the weight of an object on the planet احسب لي الويت بتاع الاوبجكت وهو على البلانيت هنا الويت بتاعه قد ايه لو كان الويت بتاعه على الارث 100 نيوتن الويت بتاعه هنا 100 نيوتن احسب لي الويت بتاعه هنا انا كده بقارن ما بين ايه ما بين ركزي بقى يا منى ما بين تو بلانيتس مختلفين في الماس ومختلفين في الراديوس ابهريني بقى يا منى وقولي لي الريليشن لو عايز اقارن ما بين الويت سهل اللي على الارث نعم وديفايدد الويت اللي على البلانيت انا بقارن دلوقتي ما بين تو ويت ممكن اقول الجي بتاعه الارث ديفايدد الجي بتاعه اوفر الجي بتاعه البي البلانيت بالظبط ايكوال ايكوال الماس بتاعه ال ايوه الاي الاي قصدي صح ها تايمز ايوه الار بتاعت البي بالظبط بس سكويرد ما تنسوش السكويرد عشان انا بنساها ما تعملوش زي ها ديفايدد الماس بتاعت البي ايوه تايمز تايمز الار بتاعت الاي بالظبط ممتازه يبقى خلي بالكم يا شباب انا بشوف انا لازم افهم البروبلم بتكلمني على ايه لازم اشوف اعرف هو بيكلمني على بلانيتس مختلفة في الماس مختلفة في الراديوس عنده ولا مختلفين في الاثنين على حسب الكلام اللي هيقول لي عليه هحط القانون ماشي يا شباب مش هحط اي قانون من دماغي وخلاص اللي فات كان قانون اهو وده قانون تاني خالص اهو لان هنا كان بيكلمني على تو بلانيتس على نفس البلانيت عنده نفس الماس لكن هنا بيكلمني على تو بلانيتس مختلفين في الماس ومختلفين في الراديوس ماشي كده طب هو اداني ايه هو اداني منا الويت على الارث وطلب مني الويت هيبقى بكام على الايه البلانيت ومديني جيفنز مديني جيفنز ادي الجيفنز بتاعتي قال لي ان الماس بتاعت الاثنين قد بعض ماشي دول مش مختلفين في الماس على فكره انا اسف انا عمال اقول مختلفين في الماس ماشي حقكم عليا ادي الماس راح فطلع لي القانون ده صعب يا منى ها لا طيب يلا بينا نعوض هو عايز الويت على الايه على الارث الويت على او خلاص هنكت الويت على الارث مدهوني هو عايز الويت على البلانيت هيبقى قد ايه مديني الراديوس بتاع البلانيت هو توايس الراديوس بتاع الارث يعني ممكن اشيل الار بي ديت واحط مكانها ايه ها 2 r ايوه e e بس كله all power 2 كده divided ال r e squared كملي يبقى equals ها 4 r e squared divided r e squared صح اختصر دي مع دي انا عايز مين عايز دي ماشي فتبقى ايه 100 divided 4 يعني اهو لو قلت عملت كده كريس كروس دي كده هنا كده في 1 تحت فتبقى ال 4 الويت بتاع البلانيت الويت اون بلانيت ايكوالز 100 يبقى لو حضرتك عايزه
الـ weight on the planet هتبقى 100 divided 4 هتبقى equals 25. شكرا يا منى. بعد منى مريم الصاوي. مريم الصاوي بيقول لي ايه مريم؟ ايوه مستر محمد. calculate the ratio. عايز ratio between the acceleration. عادي عايز ريشيو ما بين acceleration due to gravity يعني عايز جي على الجي بس ما بين مين ومين؟ ما بين المون وما بين الايه وما بين الايرث. مدين الماس بتاعت الايرث ومدين الراديوس بتاع الايرث. مدين الماس بتاع المون ومدين الراديوس بتاع المون. هو كده مديني كل حاجه. انا طالب منك تمليني بس القانون. تمام. ها مليني. جي ايوه ايكوال جي ام. لا ثانية واحدة. جي اللي على هو عايز ريشيو ما بين الاكسلريشن. اه انت انا عارف مريم الصاوي دي يا شباب بصوا بايه بتعمل ايه؟ بتنام الحصة عادي وبعد كده ليه والله مثلا شغالة على حضرتك يعني مريم دي كيفت نوم. يلا بينا عايزين ننام زيك. يلا انت نمتي بدري يعني سبتينا ونمتي بدري. بس عايز ريشيو ما بين الجرافيتي. انا هو يعني عايز الجي على الايرث ديفايدد الجي على المون. ماشي عايز ريشيو ما بين الاكسلريشن ديو تو جرافيتي. مليني القانون. جي 1 اللي هي الارث مختلفين في ايه؟ مختلفين في الماس ومختلفين في الراديوس. لسه قايلينه الصفحه اللي فاتت على طول. تمام تمام. ها هتبقى ام 1 ام بتاعت مين؟ الارث ولا المون؟ الارث. الارث ها يعني تايمز الار بتاعت مين؟ باور 2. ايوه بتاعت مين؟ الايرث ولا المون؟ الايرث برضه. لا بتاعت المون. كويس ان انت ايه بتحل معايا. ليه؟ عشان الريليشن ما بين الجرافيتي والراديوس انفرس. تمام. انفرس يعني لو واحده في الدينومينيتور الثانيه في النوميريتور. والعلاقه ما بين الماس والاكسشن ديو تو جرافيتي دايركت. يعني لو واحده في النوميريتور الثانيه زيها في النوميريتور. تمام كده؟ يلا كملي. يبقى ديفايدد ايه؟ ام 2. الام بتاعت مين؟ الماس ولا بتاعت الـ المون؟ بتاعت المون. اه بتاع ها بتاعت المون تايمز ها الراديوس بتاعت الايرث. الراديوس بتاع الايرث سكويرد. كله موجود عندي خلاص. عندي الماس بتاعت الايرث، عندي الراديوس بتاع المون، عندي الماس بتاعت المون، عندي الراديوس بتاعت الايرث. هو مديني الاربعه. صعبه كالكوليتر. الباقي كالكوليتر. تمام. طيب شكرا يا مريم. مريم حسام افلا. مريم وليد. مريم وليد انا احنا فاضل لنا خلاص فاضل لنا دي والبروبلم اللي بعدها. طيب بيقول لي صدقوني يا شباب بامانه يعني انا بزعل من السؤال ده. انا بزعل جدا من السؤال ده. طيب انا عارف انا يعني انا عارف بس انا بدي لكم كل حاجه عندي. انا ما بعرفش اعمل غير كده. A planet of mass four times. مريم وليد عايزك تجاوبي لي السؤال ده كده على طول على طول بالفهلوه من غير ما نحل. A planet of mass four times بتاع الايرث. ماشي؟ عندنا planet الماس بتاعته اربع اضعاف الماس بتاعت الايرث. لكن الدايمتر بتاع الدايمتر او ممكن نقوله الراديوس بتاع البلانيت دوت هو دبل الايرث. تستنتجي ايه من الكلام ده على طول كده؟ ان الجي بتاعتهم بالظبط. بالظبط شكرا. وبالتالي بيقول لي طب يبقى الويت على السيرفس. بيقول لي كالكوليت على السيرفس كالكوليت ذا ويت اوف ان اوبجكت اون ات سيرفس لو الويت على الايرث 150. طب لو الويت على الايرث 150 يبقى الويت بتاعه برضه هيبقى 150. طب مين القانون اللي هنشتغلوا بيه يا شباب؟ هو القانون اللي هنشتغلوا بيه. ادي الويت على الايرث ديفايدد الويت اللي على البلانيت الثاني خلاص ايكوالز الماس بتاعت الايرث الراديوس بتاع البلانيت سكويرد ديفايدد الماس بتاع البلانيت الراديوس بتاع الايرث سكويرد. لو عوضنا هو قال لي الماس بتاعت البلانيت الماس بتاعت البلانيت هي 4 تايمز الماس بتاعت الايرث
وقال لي الراديوس بتاع البلانيت هو توايس الراديوس بتاع الايرث. فلو عوضنا قلنا الماس بتاعت الايرث اهي وشلنا الماس بتاعت البلانيت حطينا مكانها فور الماس بتاعت الايرث تايمز الراديوس الراديوس بتاع الايرث وهنا فوق هنحطه الراديوس بتاع البلانيت هو توايس الراديوس بتاع الايرث 2 الراديوس بتاع بس هنا في باور 2 الراديوس بتاع الايرث اول باور 2 يعني لو وزعنا الباور هتبقى 4 الار اي باور 2 4 الار اي باور 2 هتبقى خلاص كله يروح مع بعضه يعني دي هتروح مع دي ال4 هتروح مع ال4 الار هتروح مع الار هتبقى الويت اللي هنا اللي على الايرث 150 يبقى الويت هو هو اللي هنا 150 اخر سؤال نوران نوران محمد يحيى ما حضرتك يا مستر يلا بينا قول لي ايه the mass of the earth is about 81 times الماس بتاعت المون بيقول لي الماس بتاعت الايرث equals 81 times الماس بتاعت المون بيقول لي if the radius of the earth is 4 times ال radius بتاع المون بيقول لي الراديوس بتاع الارث هو 4 times الراديوس بتاع المون خلاص بيقول لي what is the acceleration due to gravity on the moon the acceleration due to gravity on the moon كده هعمل ال ال جي اي ايوه times ال ار اي باور 2 طب ما ممكن ممكن نقارن ما بين بقى الجي والجي هو عايز هو بص عايزها بالايه what is the acceleration due to gravity on the moon بس بالنسبه للجي بتاعه الايرث يعني عامل جي اي اوفر الجي بتاعه المون ايوه تبقى ايكوال ايوه ال الماس بتاع الايرث اوفر التايمز اوكي ال الراديوس بتاع المون ايوه باور 2 تمام اوفر الماس بتاع المون تايمز الار اي باور 2 ممتازه بس هنعوض هنفكوا الكلام ده هنفكوا الكلام ده هتطلع لي القيمه دي عشان بس ايه انا تقلت عليكم طيب